إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، ما يخفى عليكم فائدة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة على التفكير والاستيعاب. نبدأ التمرين الأول، ظهرين أمام صدر. تمرين ابتدي، ضغط 2 3 4 مد 2 3 4 ضغط 2 3 4 مد 2 3 4 ضغط 2 3 4 مد 2 3 4 ضغط 2 3 4 مد 2 3 قف. ذراعين في الوسط، فتح القدمين، لف الجذع لليمين 4 عدات ولليسار 4 عدات. تمرين مع بعض، تمرين ابتدي، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاثة قف. من الوقوف تمرين أمام جم أمام تحت، نبدأ التمرين مع بعض، واحد اثنين ثلاث أربع أمام جم أمام تحت، واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع. من وضع الوقوف أثناء ثبات الوسط، الانتقال خطوة لليمين ثم العودة للمنتصف، ثم الانتقال خطوة لليسار العودة للمنتصف. التمرين باستمرار، تمرين ابتدي، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاث أربع، واحد اثنين ثلاثة قف. من الوقوف فتح القدمين، اتساع الحوض، وضع الذراع اليمنى في الوسط والذراع اليسرى فوق الرأس، رفع الضغط 4 عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط 4 عدات جهة اليسار. تمرين ابتدي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي مقرر رياضيات 1. بإذن الله سنعزز اليوم مفاهيم الفصل الثالث المثلثات المتطابقة الجزء الثاني. درسنا الدرس الخامس من الفصل الثالث، إثبات تطابق المثلثات ASA و AAS، وسنعزز ما تعلمناه وهو استعمال المسلمة ASA لاختبار التطابق. أيضاً سنستعمل نظرية الـ AAS لاختبار التطابق. مسلمة الـ ASA، مسلمة 3-3، التطابق بزاويتين وضلع محصور بينهما تنص على أنه إذا طابقت زاويتان والضلع المحصور بينهما في مثلث نظائرهما في مثلث آخر فإن المثلثين متطابقان. مثال، لدينا هنا الزاويتان، الزاوية B تطابق الزاوية E والزاوية A تطابق الزاوية D، والضلع المحصور بينهما الضلع BA سيطابق الضلع المحصور بين الزاويتين هنا ED. إذن تطابقت زاويتان والضلع المحصور في المثلث الأول مع نظائرها في المثلث
الآخر. إذا المثلثان A B C، المثلث A B C سيطابق المثلث D E F. ننتبه أثناء كتابتنا لرمز التطابق أن تكون الرؤوس المتناظرة لها نفس الترتيب، لها نفس الترتيب. النظرية الثانية نظرية التطابق بزاويتين وضلع غير محصور بينهما، نظرية الـ AAS، تنص على أنه إذا طابقت زاويتان وضلع غير محصور، هنا ننتبه الضلع غير محصور في مثلث نظائرها في مثلث آخر، يكون المثلثان متطابقان. إذا عشان نفرق بين المسلمة والنظرية، المسلمة زاويتان وضلع محصور، النظرية زاويتان وضلع غير محصور. هنا ترميزها أو اسمها AAS يعني زاويتان، والاس هنا غير محصورة، ضلع غير محصور. مثال: إذا كانت الزاوية A تطابق الزاوية D، والزاوية B تطابق الزاوية E، والضلع BC الغير محصور في المثلث الأول يطابق الضلع EF الغير محصور في المثلث الثاني. إذا زاويتان وضلع غير محصور في المثلث الأول طابقت نظائرها في المثلث الثاني، إذا المثلث A B C يطابق المثلث D E F. ننتبه إلى ترتيب الرؤوس المتناظرة، لابد أن يكون لها نفس الترتيب عند كتابة عبارة التطابق. طيب نأخذ بعض التمارين عليها. حدد النظرية أو المسلمة التي يمكن استعمالها لإثبات أن كل زوج من المثلثات متطابق، واكتب غير ممكن إذا تعذر إثبات التطابق. طيب نشوف الشكل الأول، لدينا هنا الزاوية الأولى تطابق نظيرتها، والزاوية الثانية تطابق نظيرتها. طيب زاويتان والضلع المشترك هنا، هل الضلع المشترك محصور بين الزاويتين أم غير محصور؟ أحسنتم، غير محصور. إذا طابقت زاويتان وضلع غير محصور في المثلث الأول نظائرها في المثلث الثاني، إذا ممتاز، نظرية الـ AAS المثلثان متطابقان من نظرية الـ AAS. مسألة أخرى، لدينا هنا الضلع الأول في المثلث يطابق نظيره الضلع الثاني في المثلث الآخر، الضلع الثاني هنا في المثلث الأول يطابق نظيره أيضا في المثلث الآخر. طيب لدينا SS طابقت الـ SS، طيب وهذا الضلع مشترك أيضا، سيكون الضلع المشترك الضلع في المثلث الأول يطابق نفسه في المثلث الثاني، إذا هنا المثلث الأول سيطابق المثلث الثاني بحسب، أحسنتم، مسلمة الـ SSS. طيب مسألة أخرى، لدينا هنا الضلع الأول هل طابق نظيره في المثلث الآخر؟ هل الضلعان متطابقان؟ هل النظائر تطابقت؟ أحسنتم، لا. أيضا هنا هل تطابقت النظائر؟ أيضا لا. إذا لم نجد أضلاع تطابق نظائرها في المعطيات، لدينا ضلع مشترك لكن الأضلاع هنا لا تطابق نظائرها، إذا هل أستطيع إثبات التطابق؟ أحسنتم، غير ممكن. طيب مسألة أخرى، لدينا هنا الضلع الأول طابق نظيره، والزاوية الأولى طابقت نظيرتها. طيب ولدينا هنا ضلع مشترك، إذا ضلعان وزاوية محصورة في المثلث الأول طابقت نظائرها ضلعان وزاوية محصورة في المثلث الثاني، إذا أي حالة من حالات إثبات التطابق هنا؟ أحسنتم، مسلمة الـ SAS، ممتاز. طيب نأخذ الآن مسألة أخرى، أثبت الجملة يتطابق مثلثان إذا تطابق ضلعان وزاوية غير محصورة. هل إحنا أخذنا من حالات التطابق ضلعان وزاوية غير محصورة SSA؟ هل هذه من حالات التطابق؟ إذا تطابق ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما في المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الثاني، هل الجملة هذه صحيحة أم لا؟ إذا كانت صحيحة أثبتها بكتابة برهان حر، أو أرسم شكلاً يبين عدم صحتها إذا لم تكن صحيحة. هل من حالات التطابق تطابق ضلعان وزاوية غير محصورة SSA؟ أحسنتم، هنا ليس بالضرورة أن يكونان المثلثان متطابقان في حالة ضلعان وزاوية غير محصورة. نأخذ مثال مضاد، لدينا هنا المثلثان ABC والO NM غير متطابقان، لماذا؟
مع أن الزاوية B طابقت الزاوية N، والضلع AC طابق الضلع OM، أيضا الضلع AB طابق الضلع MN. طب المثلثان غير متطابقان، لماذا؟ أحسنتم، بقية العناصر المتناظرة هنا غير متطابقة، الزوايا المتناظرة غير متطابقة، الزاوية A لا تطابق الزاوية M، إذن لدينا عنصر مثلا الزاوية A لا تطابق الزاوية M، خلاص المثلثان غير متطابقان لأن بقية العناصر المتناظرة غير متطابقة، إذن ليس من حالات إثبات التطابق حالة الـ SSA. طيب نشوف المسألة التالية، في الشكل أدنى إذا كانت الزاوية 1 تطابق الزاوية 2 والقطعة المستقيمة GT عمودية على القطعة المستقيمة AP، حدد نظرية التطابق التي تبين أن المثلث BTJ يطابق المثلث ATJ باستعمال المعطيات الواردة في السؤال فقط، وضح إجابتك. طبعا هنا TJ ماذا نلاحظ عليها أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، ضلع مشترك، إذا TJ ستطابق TJ بحسب، ممتاز، خاصية الانعكاس. أيضا الزاوية 1 في المعطيات تطابق ماذا؟ الزاوية 2 من المعطيات معطى في السؤال. طيب لدينا هنا المعطى أن GT عمودية على القطعة المستقيمة GT عمودية على القطعة المستقيمة AB، ينتج من التعامد أن الزاوية GTB تطابق الزاوية GTA، ممتاز، ليه؟ ينتج من التعامد، إذا بما أنها متعامدان، إذا من نظريات الزاوية القائمة اللي درسناها في الفصل الأول، إذا ينتج أن الزاويتان متطابقتان كلاهما قائمتان. طيب هنا هل المثلثان متطابقان؟ نعم أحسنتم، المثلثان متطابقان بحسب أي حالة، أي نظرية أو أي مسلمة درسناها، ممتاز، بحسب ماذا؟ نظرية AAS، ممتاز، بحسب الـ AAS. طيب هنا سنكتب برهانا تسلسليا، طيب عشان أكتب برهان تسلسلي معطياتي الضلع XY يطابق الضلع WZ والضلع XW يطابق الضلع XZ، هذه المعطيات فقط، المطلوب إثبات تطابق المثلثين هنا. طب عشان أثبت تطابق المثلثين أعزائي الطلاب، نبدأ البرهان التسلسلي بالمعطيات. المعطى الأول القطعة المستقيمة XW توازي القطعة، توازي القطعة المستقيمة YZ، هذا أول معطى يوازي، إذا معطياتي هنا توازي، القطعة المستقيمة XW توازي القطعة المستقيمة YZ، توازيها. طيب بما أن قطعتان مستقيمتان متوازيتان وإكس زد قاطع، ما الذي ينتج؟ أحسنتم، ستنتج زوايا. طيب الزوايا 1 و3 ستكون ماذا بالنسبة للمتوازيان وقاطع؟ ممتاز، متبادلتان داخليا وستكونان، ممتاز، متطابقتان، إذن الزاوية 1 تطابق الزاوية 3، ليه؟ لأن الزاويتان متبادلتان داخليا متطابقتان. طيب نبدأ بالمعطى الثاني، إكس Y توازي WZ، طيب قطعتان مستقيمتان متوازيتان والXZ قاطع لهما، أيضا ستنتج ماذا؟ ممتاز، زوايا متبادلة داخلية متطابقة، ما هي الزاويتان متبادلتان داخلية متطابقتان؟ أحسنتم، الزاوية 2 ستطابق الزاوية 4، إذا الزاويتان المتبادلتان داخليا هنا ستكونان ماذا؟ متطابقتان. XZ ضلع مشترك، إذا XZ سيطابق ZX، لماذا؟ من خاصية الانعكاس، الضلع XZ في المثلث الأول سيطابق الضلع ZX في المثلث الثاني من خاصية الانعكاس، إذا لدينا ASA، إذا المثلثان متطابقان بحسب ماذا؟ بحسب مسلمة ASA، تطابقت زاويتان والضلع محصور في المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الثاني. طيب الآن سنعزز المفاهيم التي تعلمناها في الدرس السادس، المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة الأضلاع. استعملنا خصائص المثلثات المتطابقة الضلعين، أيضا استعملنا خصائص المثلثات المتطابقة الأضلاع. طيب سنسترجع مع بعض الخصائص بالنظريات التالية، نظرية المثلث المتطابق الضلعين،
إذا تطابق ضلعان في مثلث فإن الزاويتين المقابلتين لهما ماذا ستكونان؟ أحسنتم، متطابقتان. مثال: لدينا الضلع AC يطابق القطعة المستقيمة BC، القطعتين مستقيمتين هنا متطابقتان. إذن الزاويتان المقابلتان للضلعان المتطابقان ستكونان متطابقتان، الزاوية واحد تطابق الزاوية اثنين. طيب النظرية الثانية عكس نظرية المثلث المتطابق الضلعين، إذا تطابق الزاويتان في مثلث فإن الضلعين المقابلين لهما متطابقان. لدينا هنا المثال: الزاويتان واحد اثنين متطابقتان. إذن الضلع الذي يقابل الزاوية واحد وهو الضلع EF أو القطعة المستقيمة EF ستطابق القطعة المستقيمة DE أو الED. إذن قطعتان مستقيمتان متطابقتان. طيب نأخذ الآن أيضا، سنستعمل خصائص المثلث المتطابق الأضلاع بالنتيجتين التاليتين المتطابق الأضلاع. يكون المثلث متطابق الأضلاع إذا وفقط إذا كان ماذا؟ متطابق الزوايا. مثال: لدينا هنا المثلث، إذا كان المثلث فيه الضلع AB يطابق الضلع BC يطابق الضلع CA فإن الزاوية A ستطابق الزاوية B ستطابق أيضا الزاوية C. أيضا قياس كل زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع كم تساوي؟ أحسنتم، نحن قلنا 180 مجموع قياس زوايا المثلث نقسمها على 3 زوايا متطابقة سنحصل على 60 درجة. إذا قياس كل زاوية هنا ستساوي 60 درجة. إذا قياس الزاوية D تساوي قياس الزاوية F تساوي قياس الزاوية E وستساوي جميعها 60 درجة، ليه؟ لأن المثلث هنا متطابق الأضلاع. أوجد قيمة كل من المتغيرين فيما يأتي. معطياتي هنا مثلث، طيب ماذا نلاحظ على المثلث؟ ما المعطى الآخر غير أنه مثلث؟ أحسنتم، متطابق الزوايا. طيب المثلث المتطابق الزوايا سيكون مثلث؟ ممتاز، متطابق الأضلاع. طيب هنا سنساوي ضلعان من أضلاع المثلث، نختار أي ضلعين ونساويهم نشكل معادلة. إذا بمساواة ضلعين سنختار الضلع الذي طوله 7x ناقص 7 يساوي الضلع الذي طوله 5x ناقص 1. سنساوي الضلعان مع بعض من تعريف المثلث المتطابق الأضلاع. نحل المعادلة مع بعض. أول خطوة سنطرح ماذا؟ أحسنتم، 5x بالطرفين سنحصل على 2x ناقص 7 تساوي سالب 1. بعد ذلك ممتاز، سأجمع 7 لطرفي المعادلة سنحصل على 2x تساوي 6. بعد ذلك سأقسم الطرفي المعادلة على العدد 2، إذن x ستساوي 3. ممتاز، كذا أنا أوجدت قيمة المتغير x. طيب لو طلب مني أطوال أضلاع المثلث نعوض في أحد الأضلاع، نعوض في أحد الأضلاع. طيب أبي أتحقق من صحة حل المعادلة، أعوض أيضا في ضلع آخر عشان أتأكد أن أضلاعي متطابقة. طيب هنا مسألة أخرى، يستعمل وليد حاملا خشبيا للرسم والقطعة الداعمة الأفقية في الحامل تشكل مثلث متطابق الضلعين. المعطى هنا لدينا مثلث ماذا؟ أحسنتم، متطابق الضلعين مع الدعامتين الأماميتين كما في الشكل المجاور. ما قياس كل من زاويتي قاعدة المثلث؟ نحن نعلم أن زاويتي قاعدة المثلث في المثلث المتطابق الضلعين ستكون ماذا؟ أحسنتم، متطابقتين، بما أن المثلث متطابق الضلعين إذن زاويتا القاعدة متطابقتين. طيب زاوية القاعدة هنا، هذه زاوية القاعدة المطلوبة، هي زاوية القاعدة قاعدة المثلث. طيب نعلم هنا زاوية الرأس، زاوية الرأس معطاك كم قيمتها؟ أحسنتم، 25 درجة. طيب مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي، ممتاز، 180 درجة. إذا سنطرح من 180 الزاوية 25 درجة عشان أنا أجيب إحدى زوايا القاعدة ثم أقسمها بالتساوي على 2 عشان أجيب زاوية واحدة. إذا 180 ناقص 25 قسمة 2 ويساوي 77.5 درجات. إذا هذا قياس زاوية القاعدة، إحدى زوايا القاعدة. طيب هنا مطلوب مني أوجد قياس الزاوية واحد. طيب المثلث هنا ما نوعه من حيث أضلاعه؟ أحسنتم، متطابق الضلعين. طيب مثلث متطابق الضلعين زاويتا القاعدة فيه ستكونان ماذا؟ ممتاز، متطابقتان. إذن مثلث متطابق الضلعين يقابل زاويتان متطابقتان. إذن الزاوية تقابل الضلع الأول قياسها 66 درجة وزاوية القاعدة الأخرى ستكون أيضا 66 درجة. إذن قياس الزاوية واحد ستساوي 66 درجة، ليه؟ لأن
ضلعين متطابقين في المثلث إن الزاويتين مقابلتين لهما ستكونان متطابقتين. طيب نريد أن نوجد الآن قياس الزاوية 2. طيب هل أنا عارفة نوع المثلث هذا الذي يحوي الزاوية 2؟ لا ماني عارفة قياسه. طيب هنا عشان أجيب قياس الزاوية 2 لابد من أوجد قياس الزاوية 4. طيب الزاوية 4 مجاورة للزاوية من؟ أحسنتم، 3. إذا الخطوة الأولى سأوجد قياس الزاوية 3. إذا نوجد قياس الزاوية 3 من نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث. نعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي، ممتاز، 180. إذا قياس الزاوية 3 ستساوي 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين 66 زائد 66 يعني 2 ضرب 66 درجة، ويساوي بعد إجراء العمليات الحسابية 48 درجة. طيب الآن أريد أن أوجد قياس الزاوية 4، كم قياسها؟ سنتم، سأطبق نظرية الزاويتين المتكاملتين. إذا من نظرية الزاويتين المتكاملتين قياس الزاوية 4 تساوي 180 ناقص 48 درجة، وبعد إجراء عمليات حسابية سنحصل على 132 درجة. طيب الآن أستطيع أن أوجد قياس الزاوية 2 من نظرية مجموع قياسات زوايا المثلث. قياس الزاوية 2 ستساوي 180 درجة ناقص مجموع قياسي الزاويتين 132 درجة زائد 24 درجة. بعد إجراء عملية الجمع أولا ثم الطرح سنحصل على 24 درجة. طيب قياس الزاوية 2 هنا 24 درجة، ما نوع المثلث التالي؟ أحسنتم، سيكون أيضا متطابق الضلعين. لماذا؟ لأن قياس زاويتا القاعدة هنا ستكونان متطابقتان، إذا استنتجنا أن المثلث الثاني أيضا متطابق الضلعين. طيب نأخذ مسألة أخرى، إذا كان المثلث ABC متطابق الضلعين وكان قياس الزاوية A 94 درجة، فأي مما يأتي يجب أن تكون صحيحة؟ طبعا A خاطئة. لماذا؟ أحسنتم، لأن الزاوية A زاوية منفرجة، ونحن نعلم أن المثلث يحوي زاوية منفرجة واحدة فقط، مستحيل أن يحوي زاويتين منفرجتين. طيب B نشوف، نحسبها نشوف هل B C D واحدة منها صحيحة أم لا. نرسم مثلث متطابق الضلعين، قياس بما أن A زاوية منفرجة فستكون هي زاوية الرأس، إذا الزاوية المنفرجة ستكون زاوية الرأس. لماذا؟ لأن زاويتا القاعدة متطابقتان، ومستحيل تكون عندي متطابقتان منفرجتان، مستحيل. إذا ستكون زاويتا القاعدة حادتان هنا، إذا زاويتا القاعدة ستكونان B و C. طيب نوجد قياس إحدى زوايا القاعدة، نطرح 94 درجة من 180 درجة ونقسمها على 2 زاويتان متطابقتان، سنحصل على 43 درجة. طيب هل قياس الزاوية B 43 درجة؟ أيضا B خاطئة. طيب C، هل AB يطابق AC؟ أيضا خاطئة. إذا الإجابة الصحيحة AB تطابق AC، أو أقدر أجيبها من هنا، الـ 94 درجة منفرجة إذا دائما ستكون زاوية الرأس، إذا الرأس A، إذا AB سيساوي طول AB سيساوي طول AC، هي الإجابة الصحيحة. طيب سنعزز المفاهيم التي درسناها في المثلثات والبرهان الحر، الدرس السابع من الفصل الثالث. رسمنا مثلثات وحددنا مواقعها لاستعمالها في البرهان الإحداثي، أيضا كتبنا برهانا إحداثيا. طيب هنا رسم المثلثات في المستوى الإحداثي، عشان أنا أرسم مثلث في المستوى الإحداثي لابد من اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى سأجعل نقطة الأصل رأساً للمثلث. الخطوة الثانية سأرسم ضلعاً واحداً على الأقل من أضلاع المثلث على أحد المحورين. الخطوة التي تليها سأرسم المثلث في الربع الأول إن أمكن. بعد ذلك سأستعمل الإحداثيات التي تجعل الحسابات أبسط ما يمكن. لماذا جعلنا نقطة الأصل رأساً للمثلث؟ سنتم، لأن إحداثياتها صفر وصفر تجعل الحسابات أبسط ما يمكن. طيب لماذا رسمنا ضلعا واحدا على الأقل من أضلاع المثلث على أحد المحورين؟ أحسنتم، لأن إذا رسمنا أحد الأضلاع إما على محور X أو على محور Y ستجعل إحدى الإحداثيات X أو Y صفرا، وهذا سيجعل الحسابات أيضا أبسط ما يمكن. طيب لماذا نرسم المثلث في الربع الأول؟ ممتاز،
لأن الأزواج المرتبة هنا ستكون إحداثياتها موجبة، والموجب دائما في الحسابات أبسط ما يمكن. طيب هنا أجب على الأسئلة التالية من A إلى D لتحصل على برهان إحداثي للعبارة الآتية: المثلث الذي رؤوسه 0 0، هذا الرأس A، والرأس B 2A و B، والرأس A و 0، هو مثلث متطابق الضلعين. طيب هنا عين الرؤوس على ورقة رسم بياني. إذا نريد تعيين الرؤوس على ورقة رسم بياني. إذا لدينا هنا ورقة الرسم البياني، مثلنا محوري X و Y ونقطة التقاطع تسمى 0 دائما. طيب سنمثل الرؤوس، الرأس A سيكون عند نقطة الأصل، نقطة التقاطع المحورين 0 0، أحسنتم. النقطة B ستكون، ممتاز، 2A. إذا اعتبرنا أن هذه 2A، هنا A، إذا اعتبرنا كل وحدتين بA، A هنا 2A مثلا، 2A و B، الارتفاع هذا B، نفترض أنه B. طيب اللي بعده C ستكون 4A و 0، نكمل 3A 4A ستكون هنا. إذا هذه إيش؟ النقطة C. الآن سأكمل رسم المثلث. كذا أنا عينت ورسمت المثلث، عينت الرؤوس على ورقة رسم بياني ورسمت المثلث. الآن استعمل قانون المسافة لكتابة عبارة تمثل طول القطعة المستقيمة AB. نريد أن نكتب أو نوجد طول AB. قانون المسافة هو الجذر التربيعي لمربع الفرق بين الإحداثيات X زائد مربع الفرق بين الإحداثيات Y. هنا سنطبق قانون المسافة بين النقطتين A و B. إذن طول AB ستكون، ممتاز، 2A ناقص 0 تربيع زائدا B ناقص 0 تربيع وتساوي 2A ناقص 0 فيها 2A، إذا ربعتها تعطيني 4A تربيع زائدا B ناقص 0 فيها B، إذا ربعتها تعطيني B تربيع، إذا 4A تربيع زائدا B تربيع. طيب الآن مطلوب الثاني، استعمل قانون المسافة لكتابة عبارة تمثل طول BC. طيب طول BC أيضا سأطبق قانون المسافة، سنقول 4A ناقص 2A الكل تربيع زائدا 0 ناقص B الكل تربيع. طيب 4A ناقص 2A فيها 2A، إذا ربعتها تطلع 4A تربيع، ممتاز. 0 ناقص B فيها سالب B، سالب B إذا ربعتها سالب في سالب موجب، B في B، B تربيع، إذا بيطلع لي جذر 4A تربيع زائد B تربيع. طيب استعمل النتائج التي توصلت إليها في الفرعين B و C لتدون استنتاجك عن المثلث ABC. ماذا نلاحظ عزيزي الطالب؟ ماذا تلاحظ على طول AB وطول BC هنا؟ أحسنتم، متطابقان، إذا طولان متساويان، إذا القطعتان مستقيمتان هنا متطابقتان، AB تطابق BC، إذا مثلثي هنا هو مثلث ماذا؟ أثبت لنا مثلث ماذا؟ أحسنتم، المثلث ABC متطابق الضلعين، متطابق الضلعين. طيب برهان، إذا كان المثلث ABC متطابق الضلعين وقائم الزاوية وكانت M منتصف وتره AB، فاكتب برهان الإحداثية لإثبات أن CM عمودية على AB. طبعا هنا سنرسم المحورين، سنرسم مثلث متطابق الضلعين قائم الزاوية، سنسمي رؤوس المثلث الرأس A 0 0، الرأس B 2A و 0، والرأس C ستكون هنا بتكون A وهنا A بتكون A و B، بما أنه متطابق الضلعين إذا الوتر سينصف الارتفاع هذا سينصف القاعدة، الارتفاع سينصف القاعدة هنا. طيب M ستكون إحداثياها A لأنها منتصف القاعدة مع الإحداثي بما أنها تقع على محور X و 0. طيب مطلوب مني الآن أبرهن أن القطعة المستقيمة CM عمودية على AB. طب عشان أبرهن التعامد سأستخدم صيغة ماذا؟ أحسنتم، الميل، سأوجد ميل القطعة المستقيمة CM. ميل CM هو، ممتاز، فرق الإحداثيات Y على فرق الإحداثيات X، إذا 0 ناقص B على A ناقص A. طب A ناقص A المقام سيكون 0، ممتاز، سالب B قسمة 0، أحسنتم، غير معرف. طب ميلي غير معرف، إذا مستقيم هنا رأسي أم أفقي؟ ممتاز، سيكون رأسي. الآن سنوجد ميل القطعة المستقيمة AB، أيضا فرق الإحداثيات Y على فرق الإحداثيات X، 0 ناقص 0 على 2A ناقصا الصفر، 0 ناقص 0 فيها 0 على 2A، 0 قسمة أي عدد سيساوي 0، ممتاز. طيب هنا ميلي 0، إذا مستقيمي، أحسنتم، أفقي.
طيب مستقيم رأسي ومستقيم أفقي دائما، ممتاز متعامدان. بما أن CM مستقيم رأسي، القطعة مستقيمة رأسية والقطعة مستقيمة AB أفقي، إذن AB القطعة المستقيمة ستكون عمودية على القطعة المستقيمة CM. تعلمنا اليوم إثبات تطابق المثلثات باستعمال مسلمة الـ ASA ونظرية الـ AAS. أيضا تعلمنا المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة الأضلاع واستعملنا خصائصها. أيضا المثلثات والبرهان الإحداثي، رسمنا المثلثات واستعملنا البرهان الإحداثي لإثبات بعض المفاهيم الهندسية الخاصة. وفي ختام درسنا لهذا اليوم، لن نتعلم ما لم نتدرب. بوابة عين الوطنية لكم خير معين، تقدم لكل درس اختبارات ومراجعات وتشويقات. شكرا أعزائي الطلاب، إلى اللقاء. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello everyone and welcome to your English class. In our lesson today, we will check over the fifth unit, unit 5, which is titled, Did You Hurt Yourself? If you remember, that was our fifth unit. All you need today is your books on the fifth unit and a sheet of paper and a pen to take down your notes. So, flip through the unit from the beginning until the end, unit 5. Okay, let's go over this unit. If you remember, what have we taken in this unit? Things or topics that we have discussed together in this unit. Do you remember any? Go and flip through the book and find it. What are they? If you remember, we have taken things how to avoid injuries. If you don't want to get hurt, what do you do? Things that you do before
the accident. Also, we have spoken about car accidents, the causes of car accidents, how to avoid them. And we said that it is mostly related, the causes are about the driver, not the road. Also, household dangers for children. What are the most common household dangers for children? Falls, the slipping, we're having also poisoning and other things. And we discussed accidents and injuries, the names for all the injuries. Let's discuss some of the names in here. So we're having sprain, fracture, poke, burn, cut and break. Each one is related with one body part. Which one do you think? What could you sprain? You could sprain your eye, arm, nose, finger, hand or ankle. Which one do you think that you can sprain? You could sprain your ankle. While you are running, you could sprain it. The second one, fracture. You could fracture or break a bone. You could fracture your arm or your leg, an arm or a leg. What could you poke? You could poke, usually children poke their eyes, an eye with a pen or with any tiny thing, they could poke their eyes. What about burning with a fire? Burning a hand, burning your hand. Any part of the skin, any skin in the body could be burned. Also, you could cut. What about the cutting? You could cut D, which is your finger. While you are chopping vegetables, you could cut your finger accidentally. What about breaking? You could break a nose. If a ball hit you so hard, you could break your nose. Let's look at these pictures and try to speak about them. What can you tell about this picture? What happened to her? In here, we can say that she cut her finger because she was chopping carrots. She was chopping or cutting, then she cut her finger. What about the boy in here? Look at the he is remembering here that he was playing tennis and it hit his nose, so he broke his nose because he was playing tennis. The tennis ball hit his nose, and it broke it. One more in here. Let's look at it here. She burned her hand. What do you think could happen here? She was cooking, so she burned her hand. While she was cooking on the oven, she burned her hand. What about him in there? What happened to him? His arm. It had been fractured. So he fractured his arm because he was playing football. While he was playing, he fractured or he broke his arm. One more in here. The idea of poking an eye. What happened? He was flying a paper airplane, so he poked himself in the eye. It got into his eye, so poked his eye. What about it in here? He sprained his ankle because he was running. While he was running, he sprained his ankle. These are some of the injuries that you could be asked about. Let's look at our friends here, Sam and Jack. Sam and Jack, they were driving their cars, then they had a car accident. Let's listen to the story. Sam was driving fast, so he crashed another car. This is Sam. He crashed another car. He couldn't see because he was busy on his phone. He was using his phone, so he couldn't see what was happening. So he couldn't see. Why? Because he was busy on his phone. He hit his head and hurt himself. Can you see him? He hit his head and hurt himself. Then Sam was scared and so was Jack. Both of them, Sam and Jack, they were all scared. So Sam was scared and so was Jack. However, Sam didn't get hurt. He was okay. And neither did Jack. Both of them were okay. They didn't get hurt. Sam didn't get hurt. Neither did Jack. So
That's it. Back to the story here. He hit, we're speaking about Sam. He hit his head and hurt himself. If we're going to speak about himself, do you remember anything about himself? Himself here is a reflexive pronoun. What are the reflexive pronouns? They are the pronoun he, reflexive pronoun himself, she, herself, it, itself, they, themselves, you, only you, without friends, you, yourself, or the whole class, you, yourselves, and we, ourselves, and I, myself. An example here, we can say, he likes to look at himself in the mirror. So we're having the subject is the object. He hit himself. He looks at himself. The subject is the object. Instead of repeating, we will use the reflexive pronoun. So this is the subject and that one is the object. He liked to look at himself in the mirror. We can also use it if you have done something yourself. No one helped you. So you can say, I did the homework myself. Who helped you with the homework? No one. I did it myself. So these they are. Let's try to form sentences using reflexive pronouns. Let's look at the first picture. We're having a lovely family in here and they are under the umbrella. What are they trying to do? Let's use a reflexive pronoun, they and themselves. So we can say they protect themselves with the umbrella. It was raining, so they use the umbrella to protect themselves. Themselves. What about this dog in here? We will use the pronoun it for an animal. So, it hurt itself. Maybe it hit itself with the wall or she fell and it fell anywhere. It hurt itself. One more, let's look at this little girl. What happened to her? She cut her hand. So we can use she with herself, the reflexive pronoun. So she cut herself with the glass. She was playing with the glass, so she cut herself. Who cut her? No one did it to her. She did it to herself. Let's do one more exercise here. Complete the sentences with the reflexive pronouns. Now, let's read, and you will find the pronoun, then the reflexive pronoun. I finished the project all by, nobody helped me. I did it myself. If you want to make sure that nothing goes wrong, do it with whom? Yourself. Just do it yourself. Don't depend on any other one. The students organized the project, students, they. They organized the project themselves. No one helped them. The president said he was going to solve the problem. President he, the president himself said. He said by himself. No one said it for him. The airbag was okay, but the triggering mechanism didn't work. So, airbag, something. Itself. The airbag itself was okay. However, any other thing was the problem with something else. So check the pronoun that comes before it. I, he, she, and it. Then you will choose the correct reflexive pronoun. Back to our friends here. Sam and Jack, who had a car accident. He couldn't see because he was busy on his phone. Sam. He couldn't see. Why? Because he was busy on his phone. Sam was driving fast, so he crashed another car. What have we used in here? We have used these two, which are so, and we're having as well, because, to give reason. For reason, we will use because and so. And the sentence order will be different. So, in here, let's look back to this lovely family. They protect themselves with an umbrella. Why do you think so? Why would we use an umbrella? Because it is raining. So it's raining, so they use the umbrella. Raining, umbrella. One and two. Let's use because. Why are they using the umbrella?
They used the umbrella because it's raining. They used it because it was raining. Okay, that's it. This happened first. The idea of raining happened first. Then we were having the other one, which is using the umbrella. What about this little girl? What happened to her? She cut herself. Why do you think so? Maybe she was chopping something or cutting something, or because of the glass. So we can say, she played with the glass, so she cut herself. Play, cut. However, we could ask her, why did you cut yourself? She would say, because I played with the glass, or I was cutting or chopping vegetables. One, then two. Okay? So and because, change the sentence order and you will get the correct thing. So now let's fill in the blanks here using one time so and the other time because. Read the sentence, understand it, then you can decide whether it is so or because. Number one, he is not going to go to the gym today. He is sick. What do you think? Why? Because he is sick. Not going because sick, so he won't go. My father has insomnia. What is insomnia? You couldn't sleep at night. You will stay in bed. You will stay in bed for long hours without being able to sleep. He hasn't slept a lot this week. He hasn't slept, so he hasn't slept. Because he's having this problem, he hasn't slept. Abdullah has a lot of stress. His boss doesn't give him reasonable deadlines. So why does he have a lot of stress? We will say because of his boss. Number four, Ahmed should call his mother. His mother knows that he will be getting home late. So we can use, you have to call her. Why? So she would know that you are going to be late for home today. Read it, understand it, and check which one happens first and which one later. Then you can tell, is it because or so? Back to our friends, Sam and Jack, who had a car accident. Here, Sam didn't get hurt, and neither did Jack. Both of them were okay. And also, Sam was scared, and so was Jack. Both of them were okay. We used them in here. So Sam was scared and so was Jack. What did we use in here? We used so. We have used so in here to tell that both of them were okay. So Sam was scared and Jack was scared as well. Well, both of them are scared, equal to each other. The other sentence in here, Sam didn't hurt himself, neither did Jack. Both of them were okay, no one got hurt. Negative. So we will say Sam didn't get hurt and Jack didn't get hurt. The same thing we're having here. Both of them equal to each other. To show agreement, what do we use? We use so or neither. In a positive or in a negative sentence. In affirmative, he was scared. He was happy. However, in the negative meaning, they didn't get hurt, I never had a car accident, so we can use this with the negative. So, I am a careful driver, positive meaning. So we would say, I am a careful driver, and you will tell me that you are a careful driver as well. So what do you say? You will use so. So am I. Have you noticed we changed the order? So am I. However, if it is a negative sentence, I have never had a cut. If you have never had a cut, this is a negative meaning. What do we use? We will use neither. Neither have I. We will change the order. So am I, neither have I. Always look for the helping verb that you will use. Is it have, am, is, are, or am, or you will use do, does, or did. Let's do this example, this exercise. Show agreement with the following statements, then write the sentence with so or because. So we're doing two things. Show agreement, then you will give me a reason.
Number one, I visited my uncle last weekend. And you did too. Did you visit your uncle last weekend? You would say, yes, I visited my uncle too. So what do we say? It is a positive meaning in here. We did something. So we can use so, and the helping verb will be did. So it will be, so did I. Let's write it here together. So we will say, so did I. You visited your uncle as well. So did I. And why did you visit your uncle last weekend? I visited my uncle last weekend because he was sick, because I missed him, because I want to see him. Okay? And you could say, I visited my uncle last weekend, so I saw my cousins. When I visited, I saw my cousins there. I saw someone else. One more in here. I very seldom cut myself. Do you usually cut yourself? What do we say in here? You will say neither. Neither do I. Because the meaning here is negative. Seldom gives you a negative meaning. I seldom, I never, I have never. Neither do I. Where did we get the do from? From cut, because it's in the present. Okay, I very seldom cut myself. Why? You could say, because I am a careful person. I always take care. Or you could say, I very seldom cut myself. As a result, my hands are pretty. I have pretty hands. Okay? So at the beginning, you don't cut yourself, then you will have the pretty hands. One more in here. I always brush my teeth before I go to bed. Do you do? You usually do. So do I. I usually. Present tense. I usually do. So do I. Then why do you usually brush your teeth before you go to bed? Because I want to have healthy teeth. I want the result to be healthy teeth. But I have healthy teeth, so I always brush my teeth before I go to sleep. So I have healthy teeth. I am telling you that my teeth are healthy. And they are bright and white. Okay? Just try to understand the sentence and check which one happens first and which one happens second. Then you can get the idea. Okay? I guess that is it for our lesson today. And thank you so much for your time.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نعود إلى عرض لأصول قراءة الإمام عاصم بن أبي النجود رحمه الله تعالى، وفي ذكر لأصول قراءته والرواة عنه. وسبق أن أشرنا فيما مضى من الدروس السابقة إلى أشهر الرواة الذين نقلوا إلينا قراءة الإمام عاصم، وذكرنا أن من أشهر هؤلاء الرواة هما حفص بن سليمان وشعبة بن عياش، فهما أكثر من نقل لنا قراءة الإمام عاصم. وكنا قد ذكرنا جملة من أصول قراءة هذا الإمام الكبير، وها نحن اليوم سنواصل إن شاء الله في عرض لبقية هذه الأصول، وسنأخذ إن شاء الله في هذا اليوم جملة من الأصول الهامة في قراءة الإمام عاصم، بدءا من ما يتعلق بمبحث الإمالة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمواضع التي اتفق فيها الرواة عن عاصم في الإظهار والإدغام، وجملة من الأصول الأخرى متعلقة بمرسوم الوقف على مرسوم الخط. إذن لا بد أن نسعى في هذا اليوم لنحقق أهدافا هامة في هذا الدرس، وهي أنه لا بد أن نعرف ما المراد بالنقطة الأولى من أصول قراءة الإمام عاصم، وهو ما يسمى بموضوع من أهم مواضيع علم القراءات، وهو مبحث الإمالة. مبحث الإمالة، والإمالة قد أفردها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، وأطال في ذكر هذا الباب وذكر مذاهب القراء السبعة فيما يتعلق بمبحث الإمالة وانفرادات الرواة في المواضع التي انفردوا بإمالتها عن بقية الرواة الأخر أو الرواة الذين نقلوا القراءات في القراءات الأخرى. إذن سنتحدث في هذا الدرس عن موضوع الإمالة، ولا بد قبل أن نعرف المواضع التي أمالها عاصم براويه لا بد أن نعرف ما المراد بكلمة الإمالة. فالإمالة في اللغة بمعنى الانحراف، شيء مائل أي شيء منحرف. أما تعريف الإمالة اصطلاحا في الصلاح أو في عرف أهل الأداء والقراءة، أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، أن تنحو بالفتحة وتقرب الفتحة نحو الكسرة وتقرب الألف نحو الياء من غير قلب خالص ومن غير إضجاع تام، من غير قلب خالص ومن غير إضجاع تام، فهي عملية تقريب وليس عملية قلب. عملية تقريب فتحة إلى فتحة وألف أو حرف إلى حرف من غير قلب خالص، هذا هو مصطلح الإمالة في عرف أهل الأداء من القراءة. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر المواضع التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن عاصم وهما حفص وشعبة فيما يتعلق بباب الإمالة. ليس لحفص في كتاب الله عز وجل إلا كلمة واحدة فقط أمالها حفص عن عاصم، وهي في سورة هود في قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها. لو نظرت إليها في كتاب الله عز وجل لنظرت إلى أن كلمة مجراها الميم مفتوحة والجيم ساكنة مقلقلة والراء مفتوحة، ثم يليها بعد ذلك حرف الألف الذي سنعمل على إمالته ونميل الحركة التي قبله. فحفص رحمه الله تعالى لا يميل في كتاب الله إلا هذه الكلمة فقط، وخالف فيها صاحبه وهو الراوي الآخر شعبة. فحفص يميل كلمة مجراها، فيميل هذه الألف التي بعد الراء، ويلزم من ذلك أن يميل الفتحة التي قبل الألف وهي الفتحة التي على الراء. وكما لا أخفى على شريف علمكم بارك الله فيكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، أن من أحكام الراءات أن الراء تفخم إذا كانت مفتوحة، ولكن لما أن نحي فتحة هذه الراء نحو الكسرة سيلزم من ذلك أننا نرقق الراء، لأن من أحكام الراءات أنها ترقق إذا كانت مكسورة أو قريبة من الكسرة. فسنميل هذه الألف وننحيها نحو الياء ونقرب الفتحة نحو الكسرة فنرقق هذه الراء، ويتنبه إلى
ويتنبه أيضا إلى قلقلة الراء فتعطى حقها من أحكام التجويد، فتعطى حقها من أحكام التجويد وهي القلقلة. إذن الإمالة في كلمة مجراها ستكون قراءتها بالطريقة التي سأقرأ بها، وكرر معي في نطق هذه الكلمة لأنها من الكلمات الهامة التي نقرأ بها، وهي الرواية المعروفة والسائدة والمقروء بها في سائر أقطار العالم الإسلامي. إذن يقرأها حفص بهذه الطريقة: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريها. انتبهوا معي بارك الله فيكم، وكرروا معي: يقلقل الجيم لأن من حروف القلقلة، ويرقق الراء، ويميل الألف التي بعد الراء. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريها مجريها. كرروه معي كثيرا بارك الله فيكم. إذن هذه الكلمة التي انفرد بإمالتها حفص عن عاصم، ولم يملها شعبة بن عياش، وقرأها شعبة بضم الميم وفتح الراء، فيكون قراءة شعبة بدون إمالة، فيضم هذه الميم بعد أن كانت مفتوحة، ويقلقل الجيم على أصلها، ويفتح الراء ولا يميلها ولا يميل الألف بعدها، فيقرأها شعبة: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها. انتبهوا معي بارك الله فيكم، مجراها. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها. إذن فيها قراءتان: حفص مجريها، شعبة مجراها. ننتقل إلى النقطة الأخرى من بعض الكلمات التي انفرد بإمالتها شعبة. شعبة له إمالة في كلمات في كتاب الله عز وجل، فأمال شعبة بن عياش كلمة رأى في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام، فأمال الراء، فأمال الراء أي فتحة الراء، وأمال كذلك الهمزة التي بعد الراء وصلا ووقفا إذا وقع بعدها حرف متحرك، وذلك في قوله تعالى: فلما رأى كوكبا. انظروا معي بارك الله فيكم، رأى وقع بعد كلمة رأى، الكاف حرف مفتوح. إذن عندما يصل كلمة رأى بكلمة كوكب، فإن شعبة وهو الراوي الآخر عاصم يميل فتحة الراء ويميل أيضا الهمزة، فيقرأها شعبة: فلما رئي رئي، يقرأها شعبة هكذا بهذه الطريقة: فلما رئي كوكبا رئي كوكبا رئي كوكبا. كرروا معي بارك الله فيكم: فلما رئي كوكبا. هذا عند الوصل، وأيضا إذا وقف عليها شعبة فإنه يميل الراء ويميل أيضا الهمزة: رئي رئي رئي، وصلا ووقفا. أيضا هذه الكلمة كلمة رأى تكررت ثلاث مرات في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى، أيضا رأى القمر ورأى الشمس. فإن لو لاحظتم بارك الله فيكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات، أن كلمة رأى القمر جاء بعدها حرف ساكن، فلما جاء بعدها حرف ساكن فإنه لا تمال فيها وصلا إلا الراء، ويمتنع إمالة الهمزة، فعند الوصل أمال الراء فقط ومنع إمالة الهمزة لأنها جاء بعدها حرف ساكن. إذن في كلمة رأى القمر رأى الشمس عند الوصل يميل الراء فقط، فيقرأها رأى القمر رأى الشمس رأى القمر رأى الشمس. أما عند الوقف فإنه يعود إلى أصله من إمالة هذه الراء وإمالة الهمزة، فيقرأها رئي رئي. إذن عرفتم بارك الله فيكم الفرق بين رأى كوكبا ورأى القمر ورأى الشمس. ننتقل إلى الكلمات التي أمالها شعبة ولم يملها حفص، وهي كلمة رمى في سورة الأنفال: وما رميت إذ رميت ولكن الله، ماذا؟ ولكن الله رمي، فيميلها شعبة فيقرأها ولكن الله
رمي. أيضا أمال شعبة أعمى في سورة الإسراء في قوله تعالى أعمى أمال في كلمة أعمى فيميل هذه الألف التي بعد الميم أعمي أعمى وهي من الكلمات التي نص عليها الشاطبي في منظومته في سورة الإسراء فقط. أيضا كلمة سوى لو لاحظت بارك الله فيك فيكم يميل كلمة سوى وكلمة سدى فيميل هذه الألف، ولكن من مواضع الإمالة التي لا تخفى عليكم ربما تعرفونها وسنذكرها من باب التأكيد عليها أن الإمالة تمتنع في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الحرف الممال منونا فأنه يمتنع إمالتها عند الوصل، وكذلك إذا كان الحرف الممال وقع بعده حرف ساكن كما في كلمة رأى القمر فيمتنع إمالتها وصلا. ولو لاحظتم بارك الله فيكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات كلمة سوى وكلمة سدى أن الألف هنا منونة، إذا وصل كلمة سوى بما بعدها أو كلمة سدى بما بعدها فلا يميل هذه الألف. لماذا؟ لأنها منونة. أما إذا وقف عليها فإنه سيعود إلى أصله فيميل هذه الألف وقفا فيقرأها سوي سودي سوي سودي. إذن عرفنا الإمالة في هذه الكلمات الأربع التي انفرد بإمالتها شعبة ولم يملها حفص. أيضا من الكلمات التي أمالها شعبة ولم يملها حفص كلمة هار في سورة التوبة على شفا جرف هار فيميل هذه الألف فيقرأها على شفا جرف هير هير على وزن ليه في الكلمة العامية، عندما نقول ليش ليه إذا نقول هير ليه ليش فهي على وزن هذه الكلمة فيقرأها شعبة على شفا جرف هير. كيف يقرأها حفص؟ كما ذكرنا قبل قليل بارك الله فيكم أن ليس لحفص إمالة في كتاب الله إلا كلمة مجريها، يقرأها حفص على شفا جرف هار بفتح الألف وتفخيم الراء. أيضا كلمة كلا بل ران في سورة المطففين، كلكم يعرف بارك الله فيكم ومر معنا في الدرس الماضي أن من المواضع التي انفرد بها حفص عن عاصم السكت على أربعة كلمة على أربع كلمات في كتاب الله، من هذه الكلمات في قوله تعالى كلا بل ران فيسكت على اللام حفص، ولكن خالفه في ذلك صاحبه وهو شعبة فإن شعبة لا يسكت على اللام في هذه الكلمة، لا يسكت على اللام هنا بل يدغم هذه اللام في الراء، وإذا أدغم هذه اللام في الراء فإنه يميل كلمة ران، يميل الألف وفتحة الراء الألف وفتحة الراء فيقرأها شعبة رين رين مع إدغام اللام في الراء فيدغم اللام في الراء للتقارب بينهما ويميل كلمة ران فيقرأها شعبة وكلا برين كلا برين. لعلكم لاحظتم ذلك بارك الله فيكم. أيضا من الكلمات كلمة ونأى أمال شعبة هنا الهمزة هنا في كلمة ونأى بجانبه فأمال الهمزة في كلمة ونأى، ويتنبه بارك الله فيكم إلى أنه أمال الهمزة وتبقى فتحة النون على ما هي عليه فيقرأها شعبة في سورة الإسراء ونأي بجانبه ونأي بجانبه، وهي من الكلمات التي يخطئ فيها بعض القراء أن بعض القراء يريد أن يميل الهمزة فيميل ما قبلها وهذا من الخطأ التي ينبغي يتنبه له فيقرأها البعض ونئي وهذا خطأ، الصواب أن النون مفتوحة على أصلها فيميل فقط الهمزة فيقرأها ونئي ونئي. أيضا من الكلمات التي أمالها شعبة وانفرد بها كلمة أدراك في أي موضع في كتاب الله عز وجل فيقرأها أدريك أدريك بإمالة الألف وفتحة الراء قبلها.
من المواضع أيضا أمال حروف حي طهر في أوائل السور نحو قوله تعالى حاميم يقرأها شعبة حيميم بإمالة الحاء لأن الحاء من حروف حي طهر. أيضا يميل الطاء لأن الطاء من حروف طهر فيقرأها، ويميل أيضا الهاء لأن الهاء من حروف حي طهر فيقرأها طيه طيه بإمالة الطاء وإمالة الهاء. أيضا يميل الراء هنا لأن الراء من حروف حي طهر فيقرأها شعبة ألف لام ر ألف لام ر بإمالة الراء لأن الراء من حروف حي طهر التي يميلها شعبة بن عياش عن عاصم بن أبي النجود الإمام الذي نحن نقرأ وندرس قراءة هذا الإمام. إذن هذا ما يتعلق بمبحث الإمالة وهو من أهم مواضيع علم القراءات ومن أهم المواضيع التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم والمتخصص في هذا العلم. ننتقل إلى الأصل الثاني من الأصول التي سندرس ونعرف مذهب عاصم براويي فيها وهو ما يتعلق بالراءات واللامات. وقبل أن نشرع في بيان مذهب عاصم في الراءات واللامات لابد أن نعرف ما المراد ببعض المصطلحات الهامة في علم القراءات والتجويد وهو التفخيم والترقيق، لأن كلامنا في الراءات واللامات يدور على تفخيم الراء وترقيق الراء وتغليظ اللام وترقيق اللام. ما معنى التفخيم في اللغة؟ التفخيم في اللغة بمعنى التغليظ والسمن والتضخيم، واصطلاحا في عرف القراء هو عبارة عن سمن وتغليظ يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى ذلك الحرف. وحروف التفخيم كما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم هي خص وضغط قض. الترقيق مقابل وضد للتفخيم معنى التنحيف والتضعيف، واصطلاحا عبارة عن نحول، عبارة عن ضعف يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى ذلك الحرف. ذكرنا فيما مضى أن حروف التفخيم هي خص ضغط قض، ما عداها تسمى بحروف الاستفال وهي حروف الترقيق، إلا أن هناك ثمة أحرف دائرة أو في الوسط بين التفخيم والترقيق وهما الألف واللام والراء. سندرس الآن وسنعرف مذهب عاصم في الراءات واللامات. قاعدة في تفخيم الراء وترقيقها تفخم الراء وترقق حسب حركتها، وهذا باتفاق جميع الأئمة أي جميع القراء. إذن سنخلص من درسنا في هذا اليوم إلا أن عاصم فيما يتعلق بالراءات واللامات لم يختلف الرواة عن عاصم فيما يتعلق بالراءات واللامات، وما سنذكره من هذه الأحكام هي أحكام تجويدية اتفق الرواة عن عاصم عليها. أولى هذه الأحكام التجويدية أنه تفخم الراء إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة قبلها فتحة أو ضمة، كما في كلمة الرحمن الراء هنا مفتوحة فتفخم الراء. أيضا كلمة الروم الراء هنا مضمومة فتفخم الراء. أيضا كلمة مثلا رمضان وكلمة مثلا كفروا، لو لاحظنا في هذه الأمثلة الراء مفتوحة الراء مضمومة، أيضا الراء ساكنة وقبلها فتحة فتفخم الراء على هذه القاعدة التجويدية. أيضا تفخم الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء، كما في كلمة قرطاس الراء ساكنة قبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء تفخيم مفتوح فتفخم الراء هنا لعاصم براويه فيقرأانها قرطاس قرطاسا. أيضا تفخم الراء إذا كانت بعد كسرة عارضة متصلة أو منفصلة، كما في كلمة امرأة في أولها همزة وصل، وعند البدء بهمزة الوصل لابد أن نكسر هذه الهمزة، فإذا كسرنا هذه الهمزة فإن سنفخم الراء لأن الكسرة هنا كسرة ليست كسرة أصلية فتقرأ امرأة وأيضا كسرة عارضة أمير تابو أمير تابو. ترقق الراء إذا كانت مكسورة أو ساكنة قبلها كسر، كما في كلمة فرعون الراء ساكنة وقبلها كسر، وأيضا كلمة فاغفر
الراء ساكنة وقبلها كسر. إذن هذه الأحكام التجويدية اتفق الرواة عن عاصم في تطبيقها، ولم يختلف حفص عن عاصم في هذه الأحكام التجويدية التي أشرنا إليها. ننتقل إلى أيضا مذهب عاصم، وكما أشرنا قبل قليل أن الرواة عن عاصم اتفقا وهما حفص وشعبة في أحكام اللامات. والأصل في اللام هو الترقيق. الأصل في اللام في اللغة العربية أن اللام دائما مرققة، فتقول ذلك ذلك، وأيضا تقول تلك تلك، وأيضا كما ننطق أو يقرأ الصلاة الصلاة لا. ولذلك من الأخطاء التي يخطئ فيها البعض أن البعض يفخم اللام، وهذا ليس من رواية حفص ولا من رواية شعبة، إنما من رواية ورش عن نافع المدني له تغليظ اللام في مثل هذه الحالات. أما الرواة عن عاصم وهما شعبة وحفص فيرققان اللام على أصلها الصلاة، أيضا الطلاق طلقتم، أيضا مثلها كلمة تلك وذلك. إنما وقع الخلف بين العلماء في لفظ الجلالة الله، هل ترقق اللام في لفظ الجلالة الله أو تفخم؟ القاعدة في ذلك على ما عليه جل القراء السبعة بل العشرة أن اللام في لفظ الجلالة تفخم في حالتين وترقق في حالة واحدة. تفخم اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت اللام بضمة أو فتحة، فإنك لا بد من تفخيم هذه اللام فتقول، انظروا معي بارك الله فيكم، عند الله قبل لفظ الجلالة فتحة. إذا نفخم اللام في لفظ الجلالة فنقول عند الله، لماذا؟ لأن قبلها فتحة. وأيضا عبد الله عبد الله. أما إذا كانت اللام مكسورة أو سبقت بكسر فترقق فنقول لله أو عند الله عند الله. لماذا رققت اللام في لفظ الجلالة؟ لأنها سبقت بكسرة. إذن نخلص من ذلك إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات أن الرواة عن عاصم فيما يتعلق بالراء واللامات لم يختلفا في ذلك، وما أشرنا إليه وذكرناه أحكام تجويدية اتفق عليها الرواة عن عاصم ولم يختلفا في ذلك. ننتقل معي بارك الله فيكم إلى الوقف على أواخر الكلم وعلى مرسوم الخط. لا بد أن نعرف ما المراد بأواخر الكلم. أواخر الكلم هي آخر الحركة الإعرابية على الكلمة التي ستقف عليها. وكما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات أن القاعدة في اللغة العربية وأن العرب لا يبدأون بحرف ساكن ولا يقفون على حرف متحرك، لا يبدأون بحرف ساكن ولا يقفون على حرف متحرك. إذن لا بد أن نعرف كيف نقف على آخر الكلمة في حركتها الإعرابية، وهو ما سنتطرق إليه في هذا النقطة أو في هذه المسألة. يقف عاصم براويه على الحرف بالسكون، فكلمة يعملون يقرأها عاصم براويه شعبة وحفص يعملون بالسكون كما قال الشاطبي، والإسكان أصل الوقف، وهذا نص عليه الشاطبي في منظومته، فقال والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه. فالأصل عند القراء السبعة بل العشرة أنك تقف على الحرف المتحرك بالسكون، فتقول هنا يعملون يعملون تعملون، أصلها يعملون ولكن عند الوقف تقول يعملون بالسكون. أيضا كلمة يؤمن تقف عليها بالسكون تقول يؤمن. إلا أنه يجوز في اللغة العربية ويجوز أداء في القراءة عند القراء السبعة، أنه ليس فقط لحفص وعاصم لحفص وشعبة بل جميع القراء السبعة، يجوز لهم الوقف على أواخر الكلم بطريقتين وبوجهين. الوجه الأول هو ما يسمى بالروم، والروم هو تضعيف الصوت بحركة الحرف الأخير بحيث يذهب معظم صوتها، ويدخل الروم في الحرف المضموم والحرف المكسور. انظر معي بارك الله فيك، كلمة يؤمن في آخرها ضمة، عندما تريد أن تقف على كلمة يؤمن
كما أشرنا تقف عليه بالسكون وهو الأصل يؤمن. يجوز لك وجها آخر أنك تقف عليها بالروم. كيف ذلك؟ الروم تضعيفك بحركة صوت الحرف الأخير، فلا تنطقها حركة واضحة بل حركة ضعيفة يسمعك القريب منك دون البعيد. تقول يؤمن يؤمن يؤمن، بحيث من كان منك قريبا يسمع صوت الحركة وهي الضمة فيعرف أن حركة هذه الكلمة ضمة، بينما البعيد لا يسمع تلك الضمة لأنك قرأتها بالروم وهو تضعيفك بحركة صوت حركة ذلك الحرف. أيضا القدير، القديري لو وقفت عليه تقول القدير على السكون، ولك أنك تقول القديري القديري، بحيث يسمعك القريب دون البعيد، وهو ما اصطلح على تسميته بالروم. أيضا من الأوجه الجائزة عند القراء ومنهم حفص وشعبة أنه يجوز لك أنك تقف على الكلمة بإشمام، والإشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف بدون صوت، هو أنك ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف بدون صوت. إذن لو لاحظنا بارك الله فيكم أن الروم يكون معه صوت والإشمام لا يكون معه صوت، ويدخل الإشمام فقط في الحرف المضموم بينما الروم يدخل في المضموم والمكسور. إذن الفرق بين الروم والإشمام أن الروم يكون معه صوت ضعيف والإشمام لا يكون معه صوت، أن الروم يكون في الحرف المضموم والمكسور بينما الإشمام لا يكون إلا في الحرف فقط المضموم. نطبق على الإشمام في كلمة الرحمن بحيث يراك المبصر دون الأعمى ولا يسمعك المبصر تنطق بحركة ذلك الحرف، فبعد أن تقف بعيدا تقف على الحرف تشم بشفتيك بالضم إشارة إلى حركة ذلك الحرف فتقول الرحمن الرحمن، بحيث تضم الشفتين أصلها الرحمن، ولكنك في الإشمام لا تخرج ذلك الصوت بحيث أنه يراك المبصر ولا يسمع الصوت، ويكون هذا واصطلح على تسميته بالإشمام الرحمن وتضم الشفتين. قد يقول قائل أو يسأل سائل يقول ما الفائدة من الروم والإشمام؟ الفائدة من الروم والإشمام أنه له فوائد كثيرة، من أجلها وأعظمها أنه يتبين منها حركة الحرف الإعرابية، والفائدة الأخرى وهي الهامة جدا أنه قد يلتبس على السامع الحكم الإعرابي لهذه الكلمة، هل هو فاعل أو مفعول به، كما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء فاعل هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فلو وقفت على العلماء قد يلتبس على القارئ هل العلماء هم الذين يخشون الله أو العكس، فإذا نطقت وقلت العلماء عرف السامع أن العلماء هنا فاعل وأنهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، فيتبين ويزول الإلباس الكبير في معنى هذه الآية، وهذا من فوائد علم الروم والإشمام. ونختم بنقطة أخيرة وهي الوقف على مرسوم الخط، فعاصم براويه يعتني بالوقف على مرسوم الخط فيقف على الكلمة القرآنية كيف رسمت، إن رسمت بالتاء وقف عليها بالتاء، وإن رسمت بالتاء المربوطة يقف عليها بالهاء كما في كلمة رحمة يقف عليها رحمة إذا رسمت بالتاء، وإن رسمت بالهاء كما في بعض المواضع رحمة بالتاء المربوطة يقف عليها بالهاء رحمة، ومثلها نعمة كتبت في بعض المواضع بنعمة بالتاء المفتوحة وفي بعض المواضع بالتاء المربوطة، فحفص أو عاصم براويه يقفون على الكلمة كيف رسمت ولا يغيرونها أو يرجعونها إلى أصلها، لأن الأصل في القراءة هي الرواية والترقي والمشافهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، فلم يخترع عاصم هذه القراءة ولم يأتي بها من عند نفسه، إنما نقلها إلينا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. وفقكم الله جميعا أيها الشباب وإخوان الطلاب والطالبات، وبارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. مرحبا بكم طلابي الأعزاء، اليوم بحول الله وقوته سوف ننتقل إلى الوحدة الرابعة، وسوف نقوم بتعزيز الكفاية الكتابية. فنحن اليوم سوف نتناول مهارات الكتابة، وسوف نخصص بالتحديد تعزيز خطوات بناء الموضوع. الأهداف التي سوف نقوم بتحقيقها، سوف نحقق سوف نقوم بتلخيص أهم المعلومات والمهارات التي تدربت عليها من خلال درس خطوات بناء الموضوع. تذكر عزيزي الطالب أن الكتابة الجيدة نتيجة للقراءة الجيدة وتخطيط جيد. كل الكتاب إما أن يكونوا قد كتبوا في موضوعات يمتلكون فيها ثقافات عالية ومعلومات غزيرة، وإما أن يبذلوا جهدا كبيرا في جمع هذه المعلومات. فنقول أن خطوات بناء الموضوع، أول خطوة سوف تكون اختيار الموضوع. كيف ستختار موضوعك الذي سوف تقوم بالكتابة فيه؟ نقول لابد أن تكون معلوماتك جيدة عن هذا الموضوع، كذلك أنه يمثل جزء من اهتماماتك، فمن غير المستحيل أن تكتب في موضوع لا يمثل جزء من اهتماماتك، وكذلك تكون غير بارع في هذا الموضوع أو أنه قد يهم القراء. إذن أنت سوف تكتب أو سوف تختار الموضوع بناء على معلوماتك الجيدة عنه، ويمثل جزء من اهتمامك ويهم القراء. كذلك لديك إضافات عديدة حول هذا الموضوع وهي إضافات جيدة. إذا نحن قد تعرفنا إلى الخطوة الأولى من خطوات بناء الموضوع، ننتقل. الخطوة الثانية هي تحديد الهدف. ما الهدف من اختيارك للموضوع الذي سوف تكتب فيه؟ لماذا أنت سوف تكتب في هذا الموضوع؟ إما أنه سوف يكون لديك تعبير عن الذات، قد يكون الهدف من هذا التعبير إنشاء علاقات اجتماعية، فأنت سوف تنشأ علاقات مع العديد من الناس، أو أنك سوف تتحدث في هذا الموضوع عن رأيك أو عن عاطفتك وإحساسك وشعورك، أو ربما يكون معالجة معلومات. كيف ستعالج هذه المعلومات؟ نقول إما أنك سوف تعيد تنظيم هذه المعلومات وتعيد ترتيبها، أو أنك سوف تستخدمها للتوضيح. قد يكون لديك معلومات مبهمة فأنت تحتاج إلى توضيحها للقراء، فسوف تكتب في هذا الموضوع أو سوف تختاره، أو أنك سوف يكون لديك تلخيص لهذه المعلومات أو إضافات جزئية، أو قد تكون إضافة معلومات أو رسوم، أيا كانت هذه الإضافة. إذن إما التعبير عن الذات أو معالجة معلومات. ما الفائدة التي ستجنيها حين تحدد هدفك؟ ما الفائدة؟ نقول الرقي بالعقل الإنساني وتقريب الحقائق إلى الإذهان، كذلك إيصال الرسالة بوضوح للقراء، وكذلك التركيز واختصار الوقت والجهد. ثم بعد ذلك لدينا الخطوة الثالثة وهي جمع المعلومات وتصنيفها. فنقول ما هي مصادر هذه المعلومات التي سوف تقوم بجمعها؟ نقول أول مصدر وهو الكتب، وهو المصدر الأهم من بين هذه المصادر، ثم بعد ذلك الصحف والمجلات، ثم بعد ذلك لدينا النشرات والمطويات، ثم بعد ذلك الإذاعة والتلفاز والشبكة العنكبوتية، وأخيرا سوف يكون لدينا الناس والخبرة الشخصية ومقابلاتك الشخصية بالعديد من الناس، قد تمكنك من أنك سوف تجمع العديد من المعلومات، هو سوف يكون مصدر من مصادر معلوماتك. ثم بعد ذلك كيف ستصنف هذه المعلومات التي قمت بجمعها؟ إذا طرق تصنيف المعلومات إما في أبواب أو فصول أو أفكار رئيسة. إذن هذه الطرق تصنيف المعلومات وكنا قد تحدثنا عنها. رابعا تخطيط الموضوع.
كيف ستخطط لموضوعك؟ فنقول كيف أخطط لكتابة موضوع ما؟ الآن سوف نتعرف إلى ذلك أو سوف نقوم بتعزيز ذلك. كنا قد حددنا العناصر الفنية للموضوع بحسب نوعه الفني، هل تتذكرون جيدا كيف كانت العناصر وكيف حددناها؟ نعم، كنا قد استهلكنا حصتين من أجل أن ندربكم على العناصر الفنية وقمنا بتطبيقها. لدينا أول نوع من الكتابات الفنية الأدبية اللي هو المقال، فنقول أول عنصر فني في هذا المقال هو العنوان. العنوان يشترط فيه أن يكون قصير مثير دال على المحتوى، مرتبط بالمحتوى، فمن غير المعقول أن يكون العنوان مختلف عن المحتوى، لابد أن يكون قصير مثير دال عليه. ثم بعد ذلك سوف يكون لدينا المقدمة. ما الذي يشترط في هذه المقدمة؟ يشترط أن تكون قصيرة مشوقة ممهدة للموضوع. ثم بعد ذلك العرض، وعرفنا أنه عدد من الفقرات، كل فقرة تعبر عن فكرة رئيسة واحدة تكون مفصلة إلى عدد من الأفكار الجزئية. وعرفنا أن الفقرة تبدأ بماذا؟ بفراغ وتنتهي بنقطة. ثم الخاتمة، والخاتمة إما تلخيص أو حل مشكلة أو تقديم توصيات. ننتقل إلى الفن الآخر وهو القصة، فنقول أن القصة تتكون من الزمان والمكان. الزمان وقت تدور فيه الأحداث، المكان إما أنه المنزل أو أي مكان آخر. ثم بعد ذلك سوف يكون لدينا الشخصيات، وعرفنا أن الشخصيات تنقسم إلى قسمين، إما شخصيات رئيسة أو شخصيات ثانوية. قد يكون من الشخصيات الرئيسة اللي هو شخصية البطل، الشخصيات الثانوية مثلا تكون الأم، أي شخصية ليس لها دور رئيسي مثل الشخصية الرئيسة. ثم نقول بعد ذلك الأسلوب، الأسلوب إما سرد أو حوار أو وصف. ثم بعد ذلك الأحداث، هذه الأحداث إما أن تكون حقيقية أو معدلة، اللي هي واقعية أو معدلة قليلا عن الواقع. ثم بعد ذلك لدينا البناء، البداية تبدأ الأحداث تسير بسلاسة، ثم بعد ذلك تتعقد هذه الأمور فنصل إلى العقدة، ثم بعد ذلك تبدأ هذه العقدة والمشاكل التي حدثت في الانحناء تلقائيا، فنصل إلى الحل اللي هو نهاية القصة. ثم لدينا الفكرة، هذه القصة لابد أن تدور حول فكرة. هل يصرح بها الكاتب؟ لا، الفكرة تأتي بين ثنايا الأحداث التي حصلت في هذه القصة. أما الفن الثالث فهو الرسائل الإدارية، فنقول أنها تبدأ بالابتداء، والابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، ثم بعد ذلك التوجيه إلى من سوف توجه هذه الرسالة، فنقول تحديد رتبة المرسل، كأن توجه مثلا إلى قائد المدرسة، فتقول إلى قائد المدرسة وتسميه باسمه وظيفته طبعا، وتحدد موضوع رسالتك. ما الذي تريده من هذه الرسالة؟ هل تريد شكوى؟ هل تريد طلب؟ أيا كان موضوعك حدده. ثم بعد ذلك العرض، وعرفنا أن العرض يحتوي على ماذا؟ على فقرات، والفقرات تحتوي على أفكار رئيسة وأفكار جزئية. ثم التحية الختامية، وبعد ذلك المصدر والتاريخ، فنقول قد يكون في آخر الصفحة وربما يكون في أول الصفحة، وختاما التوقيع. إذا نحن تعرفنا على المقال والرسائل الإدارية والقصة. عذرا، بعد التوقيع يكون اسم المرسل عنوانه وتوقيعه، لابد أن يكتبها. حدد الأفكار، الخطوة الثانية من اللي هو بعد أن حددنا العناصر الفنون الأدبية وحددنا عناصرها، ننتقل إلى حدد الأفكار الرئيسة لكل عنصر من العناصر الفنية للموضوع مرتبة حسب تسلسل مناسب. ثم بعد ذلك حدد الأفكار والتفصيلات الجزئية لكل فكرة من الأفكار الرئيسة.
ثم أقترح أسلوب العرض وأساليب التأثير والإقناع وشواهد الدعم. الكتابة الأولى للموضوع، ماذا نعني بالكتابة الأولى للموضوع؟ هي المسودة الأولى للموضوع، ثم بعد ذلك التركيز على عرض المعلومات واستيفائها. طبعا يكون الكاتب في هذه المرحلة أكثر التزاما كي يسلم شيئا ملموسا، وكذلك أثناء هذه المرحلة يظهر كل شيء بوضوح. تبدأ في ترتيب المعلومات التي جمعتها بتسلسل واضح، ستكتشف أي الأجزاء تحتاج إلى المزيد من البحث وأيها يحتاج إلى التعديل وأيها تحتاج إلى الحذف تماما. لا تشتت نفسك، ضع بعض الملاحظات على كل جزء لترجع إليه فيما بعد في مرحلة إعادة الكتابة. تعتمد هذه المرحلة على التركيز على الأفكار وليس على الألفاظ، لأن الهدف منها توضيح المعنى وليس التفكير في القواعد النحوية والإملائية. كذلك الغرض من هذه المرحلة هو تنظيم الأفكار بشكل مكتوب ليكون من السهل مراجعتها بشكل واضح. تذكر الكتابة بذهن مشتت تشبه النوم أثناء السباحة، كلاهما يؤدي إلى الغرق، لذلك لابد أن تخطط جيدا من أجل تصميم مخططك في عند كتابة الموضوع. أما الخطوة السادسة فهي المراجعة، فنقول التأكد من صحة اللغة والإملاء وعلامات الترقيم، هنا لابد أن تتأكد منها، وكنا قد طبقنا على ذلك بموضوع وتأكدنا من صحة اللغة والإملاء وعلامات الترقيم والأعراف الكتابية التي استخدمها الكاتب كذلك. ثم بعد ذلك منطقية تسلسل الأفكار وجمال الأسلوب وقوة التأثير والإقناع. الآن أساليب الإقناع والتأثير، كيف ستؤثر وكيف ستقنع هذا الشخص الذي سوف يقرأ لك؟ كنا قد استخدمنا التكرار والتشبيه والأرقام والمعلومات والمقارنة بين المتناقضين والاستفهام وضرب القصص والأمثلة واستخدام علامة التأثر. إذن هذه هي أساليب التأثير والإقناع. عذراً. سابعاً الكتابة النهائية، الآن أنت في مرحلة الكتابة، سوف تكتب المبيضة، ثم بعد ذلك لابد أن تهتم بجودة الإخراج وتناسق الهوامش. خطوات بناء الموضوع التي قمنا بتعزيزها لهذا اليوم، كانت أول خطوة هي اختيار الموضوع، ثم بعد ذلك تحديد الهدف، لماذا أنت تكتب، وجه هذا السؤال، ثم جمع المعلومات وتصنيفها، ثم بعد ذلك تخطيط الموضوع، عرفنا كيف نخطط لموضوع والكتابة الأولى وتعرفنا إليها، ثم بعد ذلك المراجعة، ثم الكتابة النهائية، وتكون قد كتبت موضوعا جيدا. ننتقل. لابد أن تتذكر عزيزي الطالب ملاحظات التالية، التدريب هو أفضل حل للكتابة الجيدة. اهتم بالتفاصيل بقدر الإمكان، ولكن لا ترهق القارئ بهذه التفاصيل. التزم الصدق والمصداقية حين تكتب، ابتعد عن الكتابة بشكل تقليدي حتى لا يمل القارئ، لأنه يجب أن تصل إلى أسلوبك الخاص، الأسلوب الخاص بك أثناء الكتابة. اقرأ بقدر ما تستطيع، هذه الطريقة الوحيدة لتعلم كيفية الكتابة. نقول اختر الألفاظ بدقة وعناية شديدة. إذا لابد أن تذكر هذه الملاحظات جيدا، أنا واثقة بأنكم سوف تكتبون مواضيعا جيدة. نقول التطبيق. كتب خالد مقالا بدأ فيه بعرض أفكاره وتفصيلاتها، ثم لخصها في آخر المقال بشكل بسيط. المعلم أعاد المقال لخالد وطلب منه إضافة عنصر ما. حين قلنا أن خالد إذا كتب مقالا بدأ فيه بعرض أفكاره، لاحظوا أنه بدأ بعرض أفكاره وتفصيلاته، هل استخدم المقدمة خالد؟ هل استخدمها؟ هل وجدتم أنه استخدمها؟ هو تلقائيا بدأ بعرض أفكاره. عرفنا أن أي موضوع لابد أن يكون فيه المقدمة.
إذن موضوعه يفتقد إلى جزئية المقدمة. ثم بعد ذلك كي تصمم مخططا جيدا لموضوعك فإنك تحرص على تحديد الأفكار أم اختيار الألفاظ أم مراجعة العرض، أيها من وجهة نظركم هو المهم؟ فنقول أن لابد أن نحدد الأفكار الرئيسة ثم الأفكار الجزئية، ثم بعد ذلك نصمم هذا المخطط بحسب أفكاره. يمكنك تصميم مخطط الموضوع على أحد الرسوم التوضيحية مثل شجرة الذاكرة. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ نقول أنها معلومة صحيحة، إذن الإجابة صواب. نختم درسنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا استفدتم جيدا من هذا التعزيز. في حال كان قد نسي أحد منكم معلومة من المعلومات فنحن استرجعناها اليوم بشكل تام، فنقول أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دوما إلى الأمام. كونوا دوما في المقدمة ولا ترضوا بغير المقدمة مكانا لكم، فالحكومة تدعمكم لتكونوا في المقدمة. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. كان معكم الأستاذة رفعة السيد. السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي طلاب المرحلة الثانوية والمسار المشترك في مادة حاسب واحد. اليوم سنتحدث عن الوحدة الخامسة الجزء النظري. قصتنا اليوم ستكون حول هذه الشركة مع هذا المدير وموظفينه، فتابع معنا هذه الحوار التي نستعرض من خلاله أهم النقاط في هذه الوحدة.
ما هي اللغات التي يمكنكم التحدث بها؟ لاحظ أن مدير الشركة يوجه هذا السؤال إلى موظفينه. رد عليه الموظف الأول أنه يتحدث اللغة العربية، الموظف الثاني أنا أتحدث اللغة الصينية، الثالث أنا أتحدث اللغة الإنجليزية. تابع معهم مدير الشركة في حواره: ممتاز، إذن سأحضر لكم الذي أريدكم أن تتحدثون إليه بتعدد لغاتهم. سيضيف إليهم الآن من سيتحدثون إليه. لاحظ أنه حضر من يريده أن يتحدثون إليه، فسأل أحدهم: وأي لغة يتحدث؟ إذن لدينا مشكلة الآن، أن هؤلاء الموظفين على تعدد معرفتهم بهذه اللغات، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتحدثوا لهذا الجهاز. فذكر لنا مدير الشركة: طلابنا اليوم يعرفون لغة الحاسب ويعطونه أوامر يفهمها وينفذها عبر لغات. نكمل الحوار: أحسنتم، عبر لغات البرمجة التي تعلمناها في هذا المنهج. بإمكانكم أن تستخدمون البرامج التي يكتب أوامرها الطلاب. إذن بما أنكم أنتم تعلمتم هذه اللغة، إذن أنتم قادرين على كتابة هذه الأوامر التي سيستخدمها موظفين هذه الشركة. يرد أحد الموظفين: إذا كان الطلاب هم من يكتبون الأوامر ونحن نستخدمها، فماذا يسمى الطلاب وماذا نسمى نحن؟ لاحظ معي السؤال الآن: من الذي يقوم بتحليل المشكلة ثم يكتب سلسلة الأوامر وثم يختبر البرنامج ويحوله للصيغة التنفيذية؟ هل هو المبرمج أم البرنامج أم المستخدم؟ أحسنتم، إنه المبرمج، وهو ما يمثلكم في كما يظهر في حوارنا. إذن الطلاب مبرمجون. السؤال الثاني: من الذي تظهر له واجهة البرنامج ولا تظهر أو لن تظهر له الأوامر؟ هل هو المبرمج أم البرنامج أم المستخدم؟ من الذي لا يرى الأوامر البرمجية فقط يستخدم البرنامج؟ إذن هو، أحسنتم، هو المستخدم، وتظهر له واجهة البرنامج حتى يستطيع استخدامه. إذن من هم المستخدمون الآن في حوار قصتنا لهذا اليوم؟ هم موظفين الشركة. لاحظ، سأل أحدهم: وكيف نحصل على هذه البرامج؟ نتذكر معا، إذن هم سيخبرونكم عن كيفية الحصول عليها. تذكر معي عزيز الطالب أننا تعلمنا طريقتين للحصول على البرنامج في هذه الوحدة. ما هي هذه الطرق؟ طريقتين. لاحظ أنني أعطيك رقم الصفحة حتى تساعدك على إيجاد الإجابة سريعا في كتابك. أولا، أحسنتم، أولا يمكنك شراء البرنامج جاهز ويكون مكتوبا مسبقا. والطريقة الثانية هي تطوير برنامج جديد خاص بالشركة أو الفرد. لاحظ مدير الشركة ماذا قال الآن: نحن نفضل أن يتم تطوير برنامج جديد خاص بشركتنا، فأخبر المبرمجين عن ما نحتاجه. تلاحظ من حوار مدير الشركة أنك بما أنك مبرمج، قبل كتابتك للبرامج يجب أن تعرف ماذا يحتاج المستخدم حتى تعد البرنامج المناسب له ويحقق أهدافه. وبما أنكم أنتم المبرمجين فستشاهدون الآن الاحتياج لهذه الشركة. من خلال أحد الموظفين ذكر لنا: نحتاج برنامج، لاحظ، نحتاج برنامج ندخل فيه الرواتب ثم يقوم بجمعها، يجمع الرواتب ثم يظهر لنا إجمالي الرواتب والتأكد أن لا يتجاوز الإجمالي 100,000. فما هي الأوامر التي ستكتبونها أنتم أعزائي المبرمجين؟ لاحظ معي، وصل متطلبات المستخدم بالأوامر الصحيحة فيما يلي. لاحظ متطلبات المستخدم ما هي، سنقوم بتقسيم الكلام الموجود من خلال هذا المربعات. أولاً إدخال الأوامر الرواتب، إظهار الإجمالي للرواتب، الجمع، التأكد أن لا يتجاوز الإجمالي 100,000، تكرار إدخال الرواتب. لاحظ أن هذه متطلبات هذا المستخدم أو هذه الشركة.
أما أنت كمبرمج فستكتب أوامر التحقق من الشرط، ستكتب تكرار أوامر تكرار، وستكتب أوامر الإدخال وأوامر الحساب وأوامر الإخراج. أمامك عامودين، قم بتوصيل المتطلبات بتصنيف الأوامر الصحيح لها. إدخال الرواتب يعتبر أي نوع من الأوامر؟ أحسنتم، إنه أوامر الإدخال. إظهار الإجمالي عندما يظهر لنا مجموع الرواتب فهذا من أوامر، أحسنتم، إظهار أو أوامر الإخراج. الجمع أي نجمع راتب في كل مرة يدخل فيه، الجمع يعتبر، أحسنتم، يعتبر من أوامر الحساب. أما التأكد أن لا يزيد الإجمالي عن 100,000، تعرضنا لهذا عند برمجتنا أو تعلمنا للبرمجة، أنها من أوامر، أحسنتم، أنها من أوامر التحقق من الشرط. تكرار إدخال الرواتب هو، أحسنتم، إنه من أوامر التكرار. إذن في يسار الشاشة يظهر إليك تصنيف أهم الأوامر البرمجية التي عادة تكتب في البرامج. نكمل حوارنا مع موظفين الشركة. أخبروني أيها المبرمجين، هل الأجهزة الأخرى بخلاف الحاسب تعمل بدون برامج؟ لاحظ الأمثلة التي أمامك. إشارة مرور، هل يمكن أن تعمل بدون برنامج؟ الجهاز الهاتف النقال أو المحمول، مثلا جهاز قياس نبضات القلب في المستشفيات، وغيرها الكثير من الأجهزة التي نشاهدها في حياتنا اليومية. هل جميعها قد تعمل، أو هل يمكن أن نتخيل أنها تعمل بدون برامج؟ أحسنتم، إن الأجهزة مثل هذه، مثل إشارة المرور، الهاتف المحمول، وجهاز قياس نبضات القلب وغيرها موجودة لديك في كتابك، لا فائدة منها بدون برامج. نكمل، بما أننا عرفنا أن كل جهاز تقريبا يحتاج إلى برنامج، فيسألنا هذا الموظف، إذن ما هو البرنامج، أو ما هو تعريفنا للبرنامج؟ إذن ستظهر لديك الآن عبارات، المطلوب منك أن تحدد الاختيار الصحيح لإتمام تعريف البرنامج. البرنامج هو سلسلة من، هل هو عبارات أو أوامر؟ مكتوبة ب، لغة برمجة معينة أو لغة الإنسان؟ تكتب لتنفيذ مهمة محددة في جهاز الحاسب، أم تكتب لتنفيذ أو ليتم قراءتها من قبل الإنسان؟ لاحظ معي أننا وضعت لديك خيارين لكل عبارة حتى تكملها بالطريقة الصحيحة. سلسلة من، عبارات أو أوامر؟ أحسنتم، سلسلة من الأوامر. مكتوبة بماذا؟ هل هي بلغة برمجة معينة أم بلغة الإنسان التي نتحدثها عادة؟ أحسنتم، إنها بلغة برمجة معينة. تكتب لي، ما هو الهدف؟ هل هو تنفيذ مهام محددة أو حتى يقرأها فقط الإنسان؟ أحسنتم، إنها لتنفيذ مهمة محددة في جهاز الحاسب الآلي. لاحظ أن مدير الشركة يتحدث إلينا الآن، لدي عدة موظفين تعلموا البرمجة بعد أن تعرفوا عليها، وأصبح لكل منهم تخصص معين. فالأول ذكر لنا، أنا تعلمت كتابة أوامر يظهر فيها التركيب الداخلي للحاسب، ويتم تنفيذها مباشرة من قبل وحدة المعالجة المركزية. إذن برأيك، ما هو مستوى لغة البرمجة الذي تعلمته؟ لاحظ أنه أصبح هذا المبرمج قريب جدا من الجهاز. إذن هل اللغة التي تعلمها عالية المستوى أم منخفضة المستوى؟ أحسنتم، إنها منخفضة المستوى، لأنه تعلم لغة عندما يكتبها يتعامل مع المعالج مباشرة. أما أنا فتعلمت كتابة أوامر سهلة، سهلة بالنسبة له هو كمبرمج، ولكن يجب ترجمتها إلى لغة الآلة حتى يفهمها الحاسب. إذن هنا نحتاج إلى مترجم رغم سهولة هذه اللغة. فما هو مستوى لغة البرمجة التي تعلمتها؟ هل هو مستوى عالي أم منخفض؟ أحسنتم، إنه مستوى عالي من لغات البرمجة. إذن يظهر لنا أنه يوجد أقسام
للغات البرمجة، فساعدوا موظفي شركتي في تصنيف هذه اللغات إلى لغات عالية المستوى وإلى منخفضة المستوى. لاحظ أنني أضع لك رقم الصفحة في كل شريحة. لدينا لغات برمجة منخفضة المستوى ولغات برمجة عالية المستوى، وستظهر لدينا الآن بعض اللغات. إذن نقوم بتصنيفها. لغة البرمجة الإجرائية، هل هي عالية أم منخفضة؟ أحسنتم، إنها لغة الآلة، هي لغة منخفضة المستوى. نتحدث الآن عن لغة التجميع، أيضا تعتبر لغة التجميع تعتبر منخفضة المستوى. بقي لدينا لغتين، الإجرائية ولغة الكائنات، أيضا تعتبر عالية المستوى. أحسنتم، إذن هذا هو تصنيف اللغات. وصل الصور التالية باللغة التي تمثلها. لاحظ لدينا صور تمثل لبعض الأوامر التي كتبت بهذه اللغات التي لها مسميات في الأسفل. لاحظ لغة برمجة الإجرائية، لغة الآلة، لغة البرمجة بالكائنات، ولغة التجميع. إذن هذه الصور دقق الملاحظة فيها، ولنبدأها بالصورة الأولى من يمين الشاشة. عندما تشاهد الصفر والواحد صفر صفر، هذه درسناها في المرحلة المتوسطة أنها لغة الحاسب أو اللغة الأقرب للحاسب التي يفهمها، عبارة عن إشارات كهربائية متقطعة يظهر من خلالها الصفر والواحد. هذه بما أننا تحدثنا عن أنها لغة حاسب، إشارات كهربائية وغيرها ونبضات كهربائية، إذن هذه تعتبر، أحسنتم، إنها تعتبر لغة الآلة. وعندما يتم استبدال هذه اللغة التي يصعب على الإنسان تذكرها، لاحظ صفر واحد صفر وهكذا، استبدلوها ببعض الكلمات باللغة الإنجليزية التي يسهل على الإنسان تذكرها، فيظهر لنا أن الصورة الثانية هي مثال على، أحسنتم، مثال على لغة التجميع، ولاحظ استخدامهم للغة الإنجليزية بكل بساطة. نأتي إلى الصورة الثالثة، C يساوي A زائد واحد، هذه تعتبر أحسنتم، تعتبر لغة إجرائية أو لغة البرمجة بالكائنات. الصورة الرابعة وهي المألوفة لديكم أعزائي الطلاب لأننا تعلمناها مسبقا، لاحظ ظهور النموذج يظهر فيه ماذا؟ نتذكر ما هي أسماءها؟ أحسنتم، هذه الأدوات التي كنا نستخدمها في تصميم الواجهة للمستخدم. فلاحظ ظهور الأدوات والتي تعتبر كائنات يتم التخزين فيها وإظهار منها معلومة وغيره. لاحظ الأمر البرمجي الذي في أسفلها textbox1.text يساوي C. لاحظ تعاملنا الآن مع textbox أو أداة أو كائن، إذن هذه تعتبر مثال على، أحسنتم، تعتبر مثال واضح على لغة البرمجة بالكائنات. صنف لغات البرمجة تحت النوع الملائم لها. لاحظ سأظهر لك هذه اللغات، نقرأها معا، لغة بيسك، لغة سي بلس بلس، لغة جافا، ولغة سي. أريدك أن تصنفها بحسب نوعها، اللغة البرمجة الإجرائية أم أو لغة البرمجة بالكائنات. لغة بيسك، هل هي لغة برمجة بالكائنات أو عفوا الإجرائية أو بالكائنات؟ أحسنتم، إنها لغة البرمجة الإجرائية. نكمل، لغة سي بلس بلس تعتبر، أحسنتم، إنها تعتبر برمجة بالكائنات. لغة جافا، أحسنتم، أيضا تعتبر لغة برمجة بالكائنات. لغة السي، أحسنتم، إنها لغة البرمجة الإجرائية. وصل العبارات التالية باللغة الملائمة من لغات البرمجة عالية المستوى. لاحظ أن لدينا الآن عدة عبارات ستصف اللغات العالية المستوى، ولكن أي واحدة من هذه؟ هل هي لغة بيسك أم لغة سي بلس بلس أم لغة سي؟ دقق الملاحظة الآن، أترك لك فرصة تقرأ العبارات. العبارة الأولى، تعتبر من أسهل اللغات وتطورت حالياً إلى لغة Visual Basic التي استخدمناها. من هي هذه اللغة التي وصلت إلى Visual Basic حتى الآن؟ أحسنتم، إنها لغة Basic.
تستخدم لكتابة العبارة الثانية تستخدم لكتابة برمجيات نظم التشغيل وكذلك تطبيقات أخرى، لكن تركيزها على نظم التشغيل. من هي هذه اللغة؟ أحسنتم، إنها لغة سي، امتداد للغة سي الإجرائية، ويمكن استخدامها للبرمجة الإجرائية وأيضا للكائنات. هذه اللغة تستخدم النوعين الإجرائي والكائنات. من هي؟ أحسنتم، إنها لغة سي بلس بلس. الآن نصل إلى المقارنة. قارن بين البرمجة الإجرائية والبرمجة بالكائنات من حيث الذي يتحكم في مسار تنفيذ البرنامج. لاحظ، هل هو البرنامج فقط أم المستخدم ونظم تشغيل البرنامج؟ أي أن البرمجة الإجرائية هل هي الأولى أم الثانية؟ وكذلك البرمجة بالكائنات هل هي الأولى أم الثانية؟ برأيكم البرمجة الإجرائية من الذي يتحكم في تنفيذ البرنامج؟ أحسنتم، إنه البرنامج فقط. في المقابل البرمجة بالكائنات الذي يتحكم في التنفيذ من؟ أحسنتم، المستخدم ونظام التشغيل والبرنامج. نكمل أوجه المقارنة. إنشاء واجهة للمستخدم والربط مع قواعد البيانات يعتبر سهل وصعب. من الذي تعتبر له وجه المقارنة الآن سهل، ومن الذي تعتبر له صعب؟ السهل هو لمن؟ أحسنتم، إن السهل هو البرمجة بالكائنات، ولاحظت أنت بنفسك سهولتها عند برمجتنا للفيجوال بيسك ستوديو أو استخدامنا للبرنامج. أما الصعوبة فتشمل البرمجة الإجرائية، يصعب فيها إنشاء قواعد البيانات، ويصعب أيضا فيها إنشاء واجهة للمستخدم. وجه المقارنة الثالث، لتنفيذ البرنامج يتم كتابة الأوامر واستخدام الكائنات. من هي التي نستخدم معها كتابة أوامر، ومن هي التي نستخدم معها الكائنات فقط بدون كتابة؟ أحسنتم، إنها كتابة الأوامر ومع البرمجة بالإجراءات، واستخدام الكائنات يتم عن طريق البرمجة بالكائنات لتنفيذ البرنامج. إذن وصلنا الآن إلى خارطة المفاهيم الخاصة بهذه الوحدة. لاحظ معي أننا في هذه الوحدة تحدثنا عن مقدمة في البرمجة. ما هي المحاور التي غطيناها فيها؟ مفهوم البرمجة وكيفية الحصول على البرامج، وذكرنا أنه يمكنك تطوير برنامج جديد أو شراءه. وكذلك تعرفنا على المفهوم وأهم الأوامر. ما هي أهم الأوامر البرمجية؟ لاحظ، الإدخال، الإخراج، الحساب، التحقق من الشرط والتكرار. وتحدثنا أيضا عن لغات البرمجة وقسمناها إلى قسمين أو مستويين، لغات منخفضة المستوى ولغات عالية المستوى. منخفضة المستوى تشمل لغة الآلة ولغة التجميع، أما عالية المستوى فتشمل أيضا لغات إجرائية، أيضا نوعين، لغة إجرائية ولغات بالكائنات أو برمجة بالكائنات. اللغات الإجرائية أمثلة عليها لغة بيسك ولغة سي، لغة بالكائنات مثال عليها لغة الجافا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تتخيل نقدر نصنع عالم أفضل عن طريق البرمجة؟ شارك في مسابقة مدرستي تبرمج وحمل ماينكرافت النسخة التعليمية وساعدنا نجمع بين قريتين عن طريق قوة البرمجة. راح تخوض تجربة المواطنة والتعاون مع جيرانك وتقبل الاختلافات اللي تجعلنا فريدين من نوعنا. وحتى لو كنت جديد على البرمجة أو ماينكرافت تقدر تبدأ بسهولة مع مركبات البرمجة أو النصوص سواء في التطبيق أو حتى المتصفح، وتأكد إنه ما في حدود للي تقدر تسويه. ابدأ رحلة البرمجة مع ماينكرافت اليوم وشارك في مسابقة مدرستي تبرمج. الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب التدخين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا المستجد. من المستحسن على الدوام الإقلاع عن تعاطي التبغ، إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19. اتخذ قرارك واحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد. الحمد لله. يرحمك الله، استخدم المنديل أثناء الكحة والعطاس، وإذا ما عندك منديل استخدم المرفق. يعني كذا بالضبط. ما تحتاج الكمامة إلا إذا كنت مصاب بكحة أو عطاس، أو إذا كنت تخالط شخص مريض. أغسل يديك بالماء والصابون 40 ثانية على الأقل. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عش بصحة. فيروس كورونا الجديد المسمى COVID-19، وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات: كورونا فيروس ديزيز 2019. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد، ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية. وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات: غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس، تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض. وأعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد: ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس. وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي. ولأي استفسار كلم الصحة 937. عشرة حقائق عن لقاحات فيروس كورونا COVID-19. أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا COVID-19. ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية. ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة. رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط، وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض. خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن 7 لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية. سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطرة لهذه اللقاحات. سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها، ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان. ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك. تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة، ولا تختلف عن بقية اللقاحات. عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية. أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عش بصحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة. إن التدخين هو أحد عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي إلى ضعف وفقدان السمع،
فالمدخنين هم أكثر قابلية وبشكل ملحوظ للتعرض إلى فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء مقارنة مع غير المدخنين. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. هناك ارتباط قوي بين التدخين وقابلية تغير لون الشعر إلى اللون الأبيض وحدوث الصلع وفقدان الشعر، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. يترافق التدخين وتعاطي التبغ مع ظهور العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الصدفية والإكزيما، فالمدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بالصدفية بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. حافظي على جمال بشرتك بالإقلاع عن التدخين، واتصل الآن على 937 أو احجزي موعد عن طريق تطبيق موعد. العيادة والعلاج عندنا مجاني بكل سرية وخصوصية تامة. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. قد تتشابه الفصول الافتراضية في أسلوب التدريس، لكن من المؤكد أن المعلم المبدع هو من يصنع الفارق في ذلك من خلال استغلاله إمكانات البيئة التعليمية الرقمية لبناء خبرات الطلبة ومهاراتهم. لذا توفر منصة مدرسة بيئة رقمية آمنة تضم مجموعة من الأدوات المتنوعة والتي يمكن الإبداع بتوظيفها بشكل تربوي لتطبيق الاستراتيجيات والأساليب الحديثة في التدريس. على سبيل المثال، استخدام أسلوب الفصل المقلوب، والذي يتم فيه قلب مفهوم الحصة الدراسية، بحيث يتعلم الطلبة المحتوى الذي يضعه المعلم على منصة مدرسة بشكل ذاتي، بينما يتم استغلال الفصل الافتراضي مع المعلم بحل الأنشطة والنقاش حول ما تعلمه الطلبة والإجابة على استفساراتهم. ومع منصة مدرستي يمكنك أيضاً تطبيق العديد من الاستراتيجيات التعليمية لتعلم النشط وحتى يشعر الطلبة بالحضور الاجتماعي وعدم العزلة، مثل تطبيق مجموعات العمل الإلكترونية والتعلم الإلكتروني القائم على المشروع والتعلم بأسلوب حل المشكلات والعصف الذهني الإلكتروني لتوليد الأفكار والخرائط الذهنية الإلكترونية، والتي تساعد الطلبة على تعزيز الخبرة السابقة وربطها بالخبرة الجديدة. كما أن استخدامك للقصص الرقمية وأسلوب التلعيب يحفز الطلبة على التعلم ويثير انتباههم. ولا تنسى أن إبداعك كمعلم في التوظيف التربوي سوف يساعد على تنمية مهارات القرن 21 لدى أبنائنا الطلبة، مثل مهارة التعاون، التفكير الناقد، تحمل المسؤولية، مهارات البحث والاستكشاف، ربط الخبرات العلمية بالحياة الواقعية وغيرها من المهارات. وأخيراً، عزيزي المعلم وعزيزتي المعلمة، لتزيد من قيمة خبراتك شاركها مع زملائك المعلمين. مدرستي منصة إبداعي. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أكثر من 600,000 شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر، وهو ما يسمى بالتدخين القصري. انتبه، قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عملياته التعليمية عن بعد. عزيزي ولي الأمر، حرصاً منا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته، إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي، والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي، التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة، تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت،
تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح. فاحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب، ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه. وأخيراً، لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار، كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني. مدرستي في بيتي. معظم الناس يدركون أن تعاطي التبغ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة، ولكن الكثير من الناس يجهلون أن التبغ أحد أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. فالتدخين يؤدي إلى تسرع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. صفحات الإنترنت الاحتيالية. تخيل أن هذا منزلك، ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً. هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا، لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر. ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت. يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف، وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة، ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد. يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة. كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقال إلى موقع إلكتروني معين، فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح. وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً، ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلي. مثال: لنذهب إلى منصة مدرستي، هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح، ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madrasati.sa. فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي، وذلك باستخدام عنوان مشابه. نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان، والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي. إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك، وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمي. لحماية نفسك: 1. اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته. 2. إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي، فلا بد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع. أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم، فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي. مسابقة مدرسة تبرمج اللي تنظمها وزارة التعليم بالتعاون مع مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة ترحب فيكم. في مغامرة ماينكرافت قصة قريتين راح تساعد قريتين على التعاون باستخدام البرمجة. تقدر تبرمج بالمركبات
باستخدام ميك كود أو بالنصوص باستخدام لغة البرمجة بايثون. يلا نبدأ. أول شيء حمل أحدث نسخة من ماينكرافت النسخة التعليمية، وعلى منصة العودة للمدارس راح تلقى أدلة تساعدك زي دليل المعلم ودليل الطالب. سجل دخولك باستخدام حساب منصة مدرستي، اضغط على ألعب، ثم استعراض المكتبة، ثم الدروس، ثم علوم الحاسب، ثم ساعة برمجة، ثم اختر درس ساعة برمجة 2020، وبعدها اضغط على بناء العالم. أما إذا ما عندك حساب منصة مدرستي لا زال تقدر تشارك. افتح ماينكرافت النسخة التعليمية، اختر حساب تجريبي، وافق على الشروط والأحكام، اضغط العب، ثم ابدأ الدرس، ثم ساعة برمجة، واضغط على بناء العالم عشان تبدأ. في هذا العالم الصيادين والمزارعين يتشاركون نفس المنطقة لكن نادرا ما يتواصلون. مهمتك هي جمعهم بعضهم علشان يتعلمون ويتعاونون مع بعض. الرحلة تبدأ من عند القلعة. تعلم كيف تتحرك باستخدام لوحة المفاتيح والفارة أو عن طريق اللمس. اضغط مفتاح W عشان تتحرك للأمام. لما تقابل شخصيات في اللعبة مثل هذه الشخصية، اضغط بالزر اليمين عشان تتفاعل معه. إذا احتجت مساعدة في القراءة أو الترجمة، اضغط على أيقونة الكتاب واختار القارئ الشامل. الأنشطة الأولية راح تساعدك في تحديد لغة برمجة عشان تستخدمها، إما مركبات ميك كود أو نصوص بايثون. إذا كنت مبتدأ ننصحك تستخدم المركبات، أما إذا كنت مستعد لتحدي أكبر اختر لغة البرمجة بايثون. تقدر تقوم بكل الأنشطة مرتين، بلغة المركبات وبلغة بايثون. أول نشاط هو تحريك الوكيل مساعدك في البرمجة. حرك الوكيل إلين يوقف تماما على المربع الذهبي. عشان تبدأ البرمجة اضغط على مفتاح C أو أيقونة الوكيل في أعلى الشاشة إذا كنت تستخدم شاشة باللمس. إذا كنت تستخدم جهاز آيباد تقدر تشوف دليل الدرس وراح يعلمك كيف تتحرك. حرك المركبات لتكوين البرنامج واضغط العب لما تكون جاهز لتشغيل برمجتك. خلنا نجرب النشاط باستخدام لغة بايثون. اضغط على مفتاح C وراح يطلع لك محرر النصوص. إذا استخدمت بايثون لازم تكتب الأوامر. انتبه وانت تكتب، لأنه إذا في أخطاء إملائية أو أخطاء في تركيب الجملة البرمجية ما راح يشتغل البرنامج. اقرأ الأمثلة بشكل جيد، ولما تكون جاهز شغل البرنامج. الوكيل راح يعطيك هدية. ازرع الشتلة باستخدام البرمجة وراح تكبر كل ما تقدمت في رحلتك داخل القريتين. ارجع وشوف تقدمك بعد كل تحدي. تحرك باتجاه الباب عشان تدخل القرية وتبدأ باقي التحديات. تأكد من قراءة اللافتات وزيارة الصيادين أو المزارعين. ما يهم من تزور أول، هذه رحلتك أنت. بعد ما تدخل القرية راح تقابل شخصيات كثير تقدر تتكلم معاها. كل قرية فيها شخصيات مختلفة تتكلم عن المواطنة والتعايش. ابحث عن الشخصية اللي فوقها علامة استفهام صفرة عشان تعرف تحديات البرمجة. عشان تتفاعل مع الشخصية قرب منها واضغط بالزر اليمين. اقرأ المهمة واختر إذا تبغى تنفذها الآن ولا بعدين. بيكون معك جهاز يساعدك تتنقل في الخريطة، تعيد التحدي، توقف أو تحصل على تلميح. عشان تستخدم الجهاز اضغط على الرقم 1 في لوحة المفاتيح، وبعدها اضغط عليه بالزر اليمين إذا كنت تستخدم الحاسب. أما إذا كنت تستخدم جهاز بشاشة لمس اضغط على الشريط مباشرة. تعالوا نشوف تحدي حماية مزرعة الشمندر. المزارعين يعتقدون أن الثيران الخاصة بالصيادين تسرق الشمندر من مزارعهم، ويحتاجونك تبني حاجز عشان يحمي محصولهم. اضغط على حرف C وحرك المركبات عشان يبني الوكيل الحاجز حول المزرعة بالكامل. إذا تبغى تعيد التحدي تقدر تعيد النشاط بدون ما تخسر أي شيء من اللي برمجته. إذا احتجت إلى تلميح استخدم الجهاز أو تكلم مع الشخصيات. راح تتعلم أهمية معرفة كل الحقائق قبل ما تفترض شيء عن الناس أو المواقف. ممكن مو الثيران اللي سرقت المحصول. الآن تقدر ترجع عند القلعة وتشوف قديش كبرت شجرتك. خلونا نعبر الجسر ونروح قرية الصيادين. راح نستعرض هذا التحدي باستخدام لغة بايثون. إذا تبغى تبدل بين اللغتين في الدرس لازم تعيده من البداية. في هذا التحدي راح نبرمج الوكيل عشان يحرث الأرض ويجهزها. راح يحتاجها المزارعين في تعليم الصيادين كيف يزرعون. في هذا النشاط تقدر تستخدم التكرار في بايثون. اقرأ المثال الموجود في محرر النصوص بشكل جيد. خلونا نشوف باقي التحديات الموجودة. تقدر تساعد المزارعين أنهم يصعدون التلة العالية لزيارة أصدقائهم الجدد. هنا
راح توضح للمزارعين ان الثيران حيوانات لطيفة حتى لو شكلها مخيف. ابني الرصيف يساعد الصيادين في تعليم المزارعين كيف يصيدون الاسماك، وفي هذا النشاط راح تساهم في اصلاح مصعد الساحر. تذكر ان كل تحدي تقدر تحله باكثر من طريقة، واذا واجهتك صعوبات تقدر تطلب المساعدة من معلمك او زملائك. اذا انتهيت من التحديات الستة، لا تنسى تزور شجرتك، اكيد صارت كبيرة. في الاخير اضغط زر الهروب Escape على لوحة المفاتيح عشان تخرج من الدرس، ثم اضغط على زر لقد انتهيت للحصول على شهادتك في ساعة برمجة. ننصحك بتجربة جميع الأنشطة بلغة المركبات وبلغة بايثون، ومهم انك تجرب التعاون والتعاطف مع جيرانك وتتعلم التعايش والمواطنة. هذه القيم مهمة في الحياة مثل ما هي مهمة في البرمجة. كن مبرمج وشارك في أول مرحلة من مسابقة مدرستي تبرمج، وابدأ ساعة برمجة الآن.